كاين معانا في هذه الليله مريم سطات. مريم. الو السلام عليكم. مرحبا بك لاله مريم وعليك السلام. كيدايرك سيدي لاباس عليك؟ الله يحفظك لاله مريم. كيبقات البنيه شويه. الحمد لله راه هي اختي كتباقي الحمد لله فضائيه مستقره دابا الحمد لله افضل. الله يبارك فيك الحمد لله راه ما بعد الاطباء كيحاولوا يطمئنون عليها فضائيه مستقره. الله يحفظك. امين مع جميع الاخوان ديالنا اللي الله يقعد وسادهم حقيقه. وكنتمنوا اللي عنده شي حبيب ولا شي قريب يكون لاجئ للصدقه لان الصدقات اي الصدقات ايضا هي مداواة للمريض. ما نساوش داووا مرضاكم بالصدقات. تفضلي لالا. اخويا مصطفى انا يعني ماشي عندي شي مشكل ولا شي حاجه. انا بغيت غير شي واحد يعاونني باش نخدم ونعاون والديا. لمريم دابا انت شحال في العمر ديالك انت يا اختي؟ 25 سنه. 25 سنه. وكيفاش انت جربتي تخدمي درتي شي مره شي محاوله انك تخدمتي شي حاجه عندك شي مهاره معينه اكتسبتي كتكسبيها في الحياه ديالك؟ انا غير خدامه وصافي كنخدم في اي حاجه غير المهم باش نعاون غير والدي وصافي. وعند اي حاجه راك عارفه يعني كتكون شويه محدوده شي حاجه اللي ما كتكونش محدوده ما صعيبه ما تاد اي حاجه الا قلتيها لاي واحد ولا في مجال العمل تكون شويه صعيبه. صعيبه. 25 سنه ولكن شنو درتي انت في حياتك في هاد 25 سنه؟ واش قريتي شويه؟ كان عندك شي حد من القرايه ديالك؟ شي حد من العرف ديالك؟ ما قريتش بزاف، قريت غير الرابع وخرجت. الرابع. ومن وراها الرابع خرجتي كتخدمي مثلا في بلايص بحال شنو هما الخدمة اللي خرجتي انت كتخدمي؟ خدمت باش خرجت من القرايه وخدمت باش نعاون والديا. شنو هما الخدمة اللي خدمتي انت؟ خدمت في الديور، خدمت في شحال من حاجه. كان بحال هاد الخدمة ديال الديور وهذا الشيء ما عطاني والو، عطاني غير ما عطاني حتى حاجه ما عطاني. ويا اش نقول لك الخدمه احنا كنعرفوا الخدمه في البيوت فيها واحد العدد ديال المشاكل وفيها واحد العدد ديال الظروف. غير ما ننساوش باللي راه كاين واحد العدد ديال البنات اللي تاهما خدموا منها وقدروا يحسنوا المستوى ديال الحياه ديالهم والعيش ديالهم. يا راه ماشي 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 هي مساله واش خدمه في الديور ولا في غير خدمه في الديور، واش يا تنتمنوا ربي يطرح فيا ماتنا البركه ياك والرزق يكون حتى داك الشيء اللي كان الانسان تيكسبو من الربح ديالي يكون مطروح فيه البركه، لانه واخا داك الشيء حنا كنعرفوا في الحقيقه وهاد المشاكل ديال السيدات اللي تيكون الاخوات اللي تيكون تيخدموا في البيوت فيها بزاف المشاكل، العنف فيها، الاساءه فيها، هاد الشيء كلنا كنعرفوا فيه تماره، فيه حتى الوجه الايجابي ما ننكروش، راه كاين بزاف ديال الاخوات اللي ما عمرهم شافوا قرايه، ما عمرهم شافوا شي عرف معين وجو الديور عباد الله وتعلموا وقراوا. ماشي دائما تتكون الخدمه في البيوت. واخا احكي لي نسمعك، احكي لي شويه نسمعك. انا بغيت غير نخدم باش نعاون والديا حيت كنخدم حاليا دابا انا قبل كمل الخدمه. فاش جات الازمه اللي جلست من الخدمه وغادي نعاود ثاني غنرجع لكازو وغادي نقلب على خدمه. خاصني باش نكري وخاصني باش بزاف د الحوايج. يعني الديور ما بقيتش كنحنا نسمع في سميتهم، بغيت شي حاجه اللي نزيد بها القدام تنفعني في المستقبل. وفاش كتفكري؟ اشنو هي الحاجه اللي كتفكري فيها انت؟ لانه ما كاينش اللي غيفكر في بلاصتك اكثر منك، وما كاينش اللي غيشوف المستقبل ديالك اكثر منك. اشنو كتفكري ديري مثلا؟ شنو الحوايج اللي كتشوفي فيهم حياتك زعما بغيت ترسميها لحياتك؟ وبغيت غير نخدم شي خدمه اللي تكون زوينه ونقيه. ما عنديش شي نيفو اللي نقول لك انا قاريه ولا عندي، ما بغيت غير شي خدمه اللي. وعلاش ما اش نقول لك، وعلاش ما تفكريش مثلا تبقي حدا والديك تما وديري شي حاجه اللي تقدر تناسبك؟ بحال مثلا بحالك دابا بنت انت خدمتي في الديور وداك الشيء من دون شك كتكوني عرفتي بزاف ديال الحوايج
في الديور الطابخ مثلا، ولا تتصاوبي شي حاجة يمكن مثلا يعني تقدري الى الا كنتي انت بزاف ديال النساء مثلا، الا كنتي مع بزاف ديال النساء، ولا الا كنتي بوحديتك تخرجي شي بركات تقدري تبيعيها، ولا هذا من يديك وهي نقيقيه، راه يمكن تكسبي ناس ولا زبناء ديالك قرابي اللي كامتي ما تقدري لا ما تضطري انت لا تجي للدار البيضاء ولا تكري ولا ديري شي حاجه. بغيت نعتمد على راسي، بغيت نبعد باش نقدر نعاون راسي ونعاون والدي وندير شي حاجه نرجع عليها. ماشي بالضروره الانسان اللي كيبعد راه غادي يدير الطايله ولا غادي يدير راسها يعني حاجه مزيانه ولا مزيه، راه شحال من وحده ولا شحال من واحد تيقول باللي بعد، وربما يمكن يقدر يكون في البقاء ديالك حدا والديك ودرتي شي حاجه مزيانه ولو صغيره، اولا كتكسبي فيها البرور ديال والديك انت حداهم، وثانيا فيها رزيق ما غايشقيك ما غايتعبك ما غايجيبك تكري، وربما يمكن الكرا ديالك تعيشي مشاكل وانت كتعرفي راه جايحه بحال هادي ماشي سهله، راه ماشي بالضروره الا خرجنا منها سالمين زعما راه دغيا الامور غتكون طبيعيه. جايحه بحال هادي اختي راه تقدر تاثر على حتى هذوك اللي غتطلبي منهم الخدمه، حتى هما ماثر عليهم هاد الجايحه. بصح متفقه معاك، حتى هما ضارهم هذوك اللي غيخدموك انت يحلوا لك باب تاع الشغل، هما ضربهم الجايحه. هذا مشكل، داكشي باش كنقول لك انا زعما حاولي ديري شي حويجه اللي ما تحتاجيش فيها مثلا شي واحد يخدمك، ولو بالامكانيات ديالك الصغيره شي حويجه تقدري، انا ما نقدرش نعرف شنو كديري انت ولا تقدر تخرجي من يديك، ولكن كيف ما كان الحال حاولي تشوفي شي حاجه قرب، يا بالتعاون مع شي بنت ولا شي امراه ديروا شي حويجه يا شي حاجه. انا كنت مشيت للتكوين ديال الطبخ النهائي ديال الطبخ، يعني اللي بغا ندير لا كويزين، حيت انا كنميل بزاف للطبخ، قالوا لي خصك تكوني قاريه. دابا انت تكون عندك واحد النيفو. دابا انت تتكلمي على التكوين المهني اللي بغيتي ديري، انا تنتكلم لك على اشنو تقدري مثلا، شنو هما الحوايج زعما اللي يقدروا يجيوك مزيانين. دابا انت دابا طرحتي لي مساله لا غنجي للدار البيضاء غنكري وخصني باش وخصني عاد نقلب، انا قلت لك زعما علاش ما تختاريش هذا الخيار الثاني، انت حدا والديك وحاولي ديري شي حويجه ولو صغيره على الصغار ديالها تخرجيها من يديك، راه انا ما كنعرفش شنو تقدري ديري انت ادرى من اي واحد بشنو تقدر ديري، يمكن حدا والديك ولو يكون كاع ربما ما تيجي يجنيش لك شي ربح مزيان ولا كبير، ولكن تربحي حدا والديك وتربحي ما جاياش ضربه من قنت لقنت وجايه ربما كاريه، ويمكن تكوني كاريه يعني زعما في بعض الاحيان حنا راه كنعرفوا الخدامي ديال واحد البنت يمكن ما عندهاش عرف وداك الشيء الخدمه ديالها يلاه تكفيك واش تكري ولا ما تكريش، ولا ربما كان كاع السالير ديالك تقدري يلاه تكري به، يعني واحد العدد ديال المشاكل كاينين يا مريم. صح، ولكن انا ما كاينش حدا انا اللي حنا غير في الباديه ماشي مدينه. الباديه. الباديه. انا اختاريت من بعد نمشي يعني نقلب على واخا رزيق باش نعيش معاه ونعيش بوالديا ونعاونو من الزمان. لكن ما قلبت عيت والو. واخا 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 مريم، انا سمعت ليك بزاف، نتمنى ان شاء الله بحول الله نعاود نتواصلوا معاك، لانه على كل حال هذا وضع فعلا كيقدروا يعرفوه بزاف الناس، غير في ضائقه بحال هذه وفي ظرف بحال هذا كيكون صعيب. السي ادريس من قلعه مكونه اللي كان تواصل معنا واللي هو في مراكش دابا حاليا، واللي كان عيط لينا المره الاولى اللي كان عاودنا على كيفاش مهاجر المراه ديالو، كيفاش السيد اللي في لوطيل عطيهم واحد الغرفه لا هو ولا وليداته باش يجمعهم والمراه كتعالج، وكان قال لنا باللي اخر اتصال ديالو باللي المراه ديالو ساء الحال ديالها بزاف. دريس مرحبا بك من قلعه مكونه، انت يا من مراكش انت دابا حاليا كتعيط لنا. اي سي مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام السي دريس. كيدايرك مصطفى بخير؟ الله يحفظك، هادو وليداتك باقيين فايقين. الله يسعدك اودا سي مصطفى، يلاه رجعت من السبيطار ديت واحد شويه الماكله المدام، ولكن الحمد لله بعدا راه دخلات. اييه
واستقبلوها نهار نهار الاثنين. أيوة. وداوها ان شاء الله تعالى يديروا على العمليه ان شاء الله اليوم. وطلعت عليها اليوم ولقيتها راه صايمه. اييه. جات لي الدكتوره سيمو اسمو هذا النهار. اييه. وهذه الليله ان شاء الله ما عرفت واش هذه الليله نيت ولا ما عرفت اسيدي متى غادي يديروا على هذيك العمليه ان شاء الله. الله يسخر ان شاء الله والحمد الحمد لله. من بعد ما جا الاتصال ديالك بينا كانوا استجبوا للطلب ديالك المستشفى ديال محمد السادس. نعم سيدي ملي خلص الملف ديالي غير كما مشيت مع اثنين قلت له الملف ديالي قال لي راه موجود عطاوه عليا مشينا حولناه لواحد الجهه اخرى. ما فين تما فين الام والطفل تما فين فين غادي دير بلاصه فين يولدوا العيالات وخاص المشكل ديال الوالده. اييه. دابا الحمد لله بعدا راه غادي يدير لها العمليه والله عسى يجيب الله ان شاء الله. تنتمناو ان شاء الله يجيب الشفاء ان شاء الله. واش هي عندها سرطان عنق الرحم ياك؟ سرطان عنق الرحم اللي عندها. نتمناو ان شاء الله نسمعوا على اخبار ديال الخير بحول الله والحمد لله. الحمد لله بعدا ماشي بحال كيما عيطتي لنا المره الاولى. لان هذا السيد كان تيعيطنا مني كنا في يعني في واحد الوقت كاملين داخلين الحجر الصحي والمشاكل اللي كان كيلقاها في السبيطار ولكن في وسط هذا الشيء كله كانوا ناس المعاونين معاه. الناس اللي في الوطيل اللي مجلس دابا اللي جالس فيه في وسط هذا الشيء كله كيما كنقولوا لقى اللي يقدر يمد له يده ولقى اللي دحاه. هيا وهذه الحياة حيت راه ماشي دائما كتقدر تلقى كل ما يسرك. تقدر تلقى اللي يسرك وتلقى تقدر تلقى اللي يضرك. له لا يضرنا في كل واحد فيكم انتم متتبعين الافاضل ومتتبعاتنا الفضيلات. العشرة ديال الليل دابا 38 دقيقة على راديو ام اف ام اذاعة العائلة المغربية بامتياز. دابا هذه الاخت مريم من سطات اللي عيطت لنا واقع حالها ديال بزاف الاخوات والاخوان. وحنا كنعرفوا مقاربه مثل هذه ديال الديره الباديه ما فيها شاي وعندو مشاكل فعلا مشاكل واكراهاتنا داخل الباديه. بعض البوادي اللي ما فيهاش حياه اللي يمكن ربما فيها واحد العدد ديال المؤهلات وما مديورينش فيها البوادي واحد العدد ديال الحوايج اللي كتقدروا مثلا يخليو بنت هذيك الباديه ولا القريه ولا ولد ديك القريه يبقى تما. الشيء اللي تيخلي عندنا واحد نقدروا نقولوا واحد اكتضاد وواحد يعني واحد المدن كتولي كتعجب بواحد العدد ديال الناس وكنقدروا نعيشوا في هوامش المدن وبزاف ديال المشاكل حقيقه والتبعات. نسمعوا سكينه من اسفي. مرحبا بك سكينه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سكينه. الله يبارك فيك سكينه مرحبا بك. انت صديقتنا. صديقة البرنامج واللي كنا عشنا معاك ظروفك وكاع الحوايج اللي بعض منها ماشي كنت أيه. في الحجر الصحي أيه. كنت عاودتي لنا شويه من المشكل ديالك في الحجر الصحي لانه احنا كان الهدف ديالنا هو كنا بغيناك تعتقي في ديك الوضعيه بعد الحمد لله اللي كنتي فيها. لا الحمد لله الحمد لله. أيه. استاذ بغيت نعاود عندي ثاني كنت صيفط لك نيت في الفيسبوك كنت بغيت نعاود ثاني نكمل لكم على القصه ديالي. اها سكينه ناخذوا حيت انا تنعرف باللي هذا التوقيت هذا اللي احنا فيه توقيت ديال جديد دابا عند واحد العدد الناس ما سمعوكش. واش نقدروا ناخذوا راحتنا كاملين فين يمكن نسمعوا بعض الحويجات ونقدروا نسترسلوا معاك في البوح ديالك؟ انا لعبت القصه من كان حاجه صحيه من اللي كنت عندي مع المشكل مع بوت ولدي كان شفر لي الدري. اييه. ملي كان شفر لي الدري ومشيت شفرته انايا وبقى بيناتنا المشكل ديما في النزاعات مره كيدي ليا مره كندي انايا. كيف؟ كندير كان ديما المشكل انا هو كيقلب على السبب باش يدي لي الدري وكنت انا كنقلب على السبب باش كندي الدري يعني أيه. كنشفرو هو كيشفر لي الدري وانا كنشفر لي الدري. دابا شحال هادي باش شحال هادي باش طلقتو نتوما؟ لا انا ما كنتش كنا علاقه غير شرعيه. انتوما خلاص كنتو في علاقه ما مزوجينش نتوما يعني؟ كنا ما مزوجينش كنا ما مزوجينش ودرت لولدي الوثائق ديالو بسميتو هوايا. هو كان جا عندك في المره الاولى للسبيطار وكان هو قال لك غنمشي ندير معك جميع الاجراءات باش حيت هذا ولدي ياك. لا ما جاش معايا الاجراءات لانني حتى الدري ما دات ليه
دات لي الحاله المدنيه ديالته 2018 اكتوبر لا كنت مشيت درت لي دير لي واحد الاشهاد مني انا مشيت للمحكمه كان مشيت كنعاودو لك في اكادير واخا دابا السكينه باش 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 ما نكونوش زربانين بزاف ياك ناخذ وقتنا كاملين نسمع شويه البوح ديالك من 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 البدايه ديالو باش يمكن نستلهموا منه العبر اللي غادي نستلموا منه واللي يمكن ايضا تخلينا نواجبوك على اي حاجه يمكن على اي غموض انت طرحتيه لنا. انا من دون شك عرفنا بانه كان معك والد وكنتي كتعيشي مشاكل يعني بعض الحجر الصحي وكان الحمد لله بزاف الاخوان تعاطفوا معك والله يجازيه بخير بطبيعه الحال كل واحد يعني كان تعاطف معك وكان فعلا كان فوق الحزة لقيتيه. سكينة مرحبا بك. الله يبارك فيك استاذ. سكينة انت هذا الولد شحال هذا الولد شحال يكون في عمره دابا هذا الولد؟ 6 سنين طالع في 7 سنين. 6 يعني سنين 7 سنين. عشرة غيقفل 7 سنين شهر 10 ان شاء الله. سكينة كيفاش كانت جات هذه العلاقة في الأول بهذا الشخص اللي من بعد ولا نكرك كاع؟ انا اللي كنت طلعت لاكادير اول مره كنت عاودت لك المشكل انني مشيت زعما بغيت نخدم تما ملي كانت عندي تقريبا شي 19 عام بحال هكا 18 19 عام ملي مشيت عند السيده لاكادير وجلست معاها ووقعوا لي معاها شي مشاكل وكانت جات عليا في رمضان جات عليا وانا اكادير مكتك الساعه ما كنعرف فيه فين نمشي ولا فين نجي ولا حتى حاجه كانت جات عليا لان كنت عاودت لك انه كانت كتبغي نجلس مع اصحاب راجلها كانوا كيجوا كيتشيشوا كيكموا الحشيش كانت كتقول جلسي معاهم بغيت انا نجلس معاهم تسخري عليهم صافي كندخل للبيت كنسد عليا ملي كنوض واحد النهار كنوض مع الصباح كنلقى صاكي قدام الباب خرجي في حالاتك لا يعني خرجي بحال هكا قلت ما وصلتهاش ليا هي يا بي شحال كان في عمرك ديك الساعات سكينة انت 19 عام ولكن شنو خلاك تمشي انت عندها لاكادير انا كنت بغيت يعني اي بنت بغات تمشي لاكادير تخدم على راسها تخدم على يعني كيما نقولوا حنايا كل يعني انا حتى ندير الشان راسي يعني انا بغيت نخدم يعني عندي فكره انني نخدم اكادير ديك الساعه في كنقول لك هادشي في 2010 بحال هكاك كنعاود لك يعني اكادير باقا اكادير تمشي تخدم فيه ما غاديش صافي كنت مشيت عندها هي هذيك قلت لك وقعوا لي معها مشاكل جات عليا في رمضان كنعقل صافي ديك الساعه ما كنعرف انا فين نمشي ولا فين نجي كنت عارف ازرو صافي كنخرج كنلقى الطاكسي اللي غيديني لمحطه انزكان انت عارف انزكان انسان كيعرفك غير برانيه راه ما كيعتقوكش وخا في رمضان وخا بلا رمضان ما كيعتقوكش مشيت الطاكسي ما عنديش ديك الساعه عندي 50 درهم اللي كدو ليا في جيبي يعني ما عنديش خدمت في الفيلم خدمت يعني مشيت تما خدمت في الفيلمات خدمت في الفيلم ديال المطيشه خدمت عند الديور عند الناس يعني تحركت مشيت المحطه كنعقل عليها كنمشي مع 9 الصباح كنخرج انا من عندها من تما كنعقل عليها مشيت المحطه كنحط رجليا في الطاكسي من الاصل الانسكان كنمشي المحطه كي كل واحد شنو كيتلقى لك فين غاديه انا كنت ما عرفتش واش غنرجع لاسفي انايا اش نقول لهم يعني مشيتي تخدمي ما يعني ما انا ما عنديش الفكره انا باش نرجع لاسفي انا عندي الفكره انا نرجع لاسفي يعني يكون يعني انايا بالتموين ديالي بفلوسي باي حاجه عندي 50 درهم هي اللي كضو صافي هي هذيك حتى ديك الساعه هو اللي كيقطع ديك الساعه في الشركه كان كيقطع مشيت بغيت نقطع كنلقى عني تدبت ولدي السلام عليكم فين غاديه قلت له اخويا غادي لاسفي هي تقطع دابا هي ما كاينش دابا الكيران من هنا العشيه يلاه غيكونوا من تلفتي تما بغيتي ترجعي لداركم صافي رجع لدارنا شنو بقى ني تما كاين ما كنعرفين نمشي يعني اكادير كيشوفك برانيه راه ما يعتقوش ما يعرفوكش يعني بنت باقي تما كاين عادي راه ما توقعي اي حاجه توقعي تما كاين كنعرف نمشي حتى بلاصه ما كنعرف ديك حتى لقاني هويا قال لي فين غدا قلت لي انا غادي لاسفي قلت لي شحال كتقطعوا قال لي 70 درهم باقي 70 درهم قلت ليه انا ما عنديش 70 درهم كامل عندي 50 درهم ولا ركبت فيها ما عنديش باش نفطر يعني الفطور باش نكون في غاليه باش لقيت هنا ما كاينش باش غادي نفطر
قال لي صافي شوفي انا يا اعطيني 50 درهم. قلت له دابا انا قلت اللهم انسلت يا ربي غنمشي ماشي مشكل الفطور انا نصبر في راسي ماشي مشكلك الفطور. قلت له واخا صافي بقيت جالسه تما كيف المحطه يعني من 9 الصباح وانا جالسه وانا جالسه وانا جالسه حتى قال اذن الله اكبر في سالو هو خدمته كيجي عندي قال لي اش نقول لك ما بغيتش نخليك انا هنايا قال لي واش ما عندك قال لي شنو المشكل اللي عندك عاود لي المشكل اللي وقع لي ها اللي كاين وها اللي كاين وانايا برانيه ما كنعرفش اكادير وداك الشيء لي صافي يلا يلا نمشي للقهوه غتفطري ومع التلم الكره قطعت لك في الكار سيري معاه قلت له واخا الله يحمي والدي مشينا مشينا القهوه فطرنا هي هذيك صافي رجعني المحطه مشيت كذلك ساعة ركبت في الكار ديال سعود صافي جيت رجعت بحالتي الاسري انت راك عارف هاري النمره الا خصك شي حاجه النمره التليفون ديالي كيف مشيت ركبت في مارك سعود مشيت لدارنا كيعيط لي يسول لي واش وصلتي بخير هادي قلت له شكرا هادي بقى بنات انك تواصلت على التليفون صافي هذاك النهار بقينا هكا بقينا كنجمعوا قال لي علاش ما بقيتيش انا في اكادير ما عنديش حتى واحد في اكادير وما عارفاش قال لي كاينه الخدمه هنايا وكاين يعني فرص العمل اسفي ما فيه والو هذه هذه قلت لي واخا صافي ملي غنفكر انا غنجي غادي نعيط لك صافي هذيك مات نهار نهار غادي نقطع فيه انا نبغي نجي نجي لاكادير مات الوالد ديالي مات مات هي هذيك مني مات لقينا تما كاين تعرفت العده ديال ماما وداس داس كل شيء وانا نقول لماما قلت لها شوفي دابا غنبقاو هنا في اسفي يلا نمشيو لاكادير نتحركوا تما كاين وزوي انا بقيت كنقول لماما قلت لها يلا هي معايا يعني نمشيو نخدموا في اكادير ونتحركوا ويعني بابا هو مات الله يرحمه كس اختي كانت صافي تخطبت صغر مني جو غتزوج بقى لا والو غتزوج قلت لي صافي دابا ماما ملي مات الواليد وصافي هذاك الشيء قلت كنمشيو نطلعوا لاكادير طلعت معايا لاكادير كنعيط لي كنقول لي شوف شنو غنطلع لاكادير انا والواليد ديالي قال لي صافي انا غنوصل لكم الكار اللي غتجيو فيه جينا فابور لاكادير فابور شدينا جوج بلايص ديالهم طلعنا لاكادير صافي هذا تلاقيت مع الوالده سلام سلام هذه هذه قلت لها ماما هذا هو السيد هو اللي وقف معايا وهاكين 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 صافي مشينا قلبنا على الكرا ساعة كنعقل كرينا في الدشيرة أيه. مشينا كرينا في الدشيرة انا وماما غير بيت مع الدريات يعني هكا دار بيت مع الدريات انا الوالده ديك الساعة اذا هو اللي كان نقدر نقوله هو اللي زعمك تجي لتما هو اللي زعمني هو اللي زعمني باش انا نطلع تما كاين يعني قال لك لا هنا كاين الخدمه وزعما تخدمي وغديري وغديري واخا مشينا تما كاين كرينا تحركت تما كاين واحد المخبازه شافيني شو المخبازه تما كاين والتسيره خدمت فيها دورت الحركة نشد ديك الساعه في السيمانه كناخذ ديك 7000 ريال 7000 ريال شي حاجه صافي بقى بيناتنا تما كاين التعارف وليت بيناتنا يجي عندنا تما كاين في العشيه كهضرت مع ماما قلت لها السيده اللي كاين وهذا اللي كاين شافته ماما قال لها انا ناوي المعقول قلت لهم ديريكتي ناوي المعقول مرحبا جي لدارهم عند دار خوالها وعند جدوده وغادي قال لها صافي بقى بيناتنا اتصال كيجي عندي نمشي عنده وصل العيد الكبير وصل العيد الكبير جمعنا الصريف زعما خدمت شويه وتحركت وشرينا نيت معنا شي حوايج وشرينا معنا عودنا معنا تحنا القضيه ديالنا عودنا الاسفي شافني ديك الساعه في العيد الكبير غنعيدو مع جداتي هذاك بلا ما تعيدو تما عيدو مع جداتي يا هذيك عودنا العيد الكبير شدينا البلايص ديالنا لان العيد الكبير في الزكانه ما كتلقاش واخا خاصك تقطع واحد 4 ايام ولا 5 ايام وشاد لينا هو البلايص ديالنا عودنا الاسفي ضحينا مع جدك ضحينا داز داك العيد دوز داك الشيء اللي قسم الله صافي وانا الدار باقا شادينا قلت لها ماما باش نمشي وقلت لك انايا لحقاش انا ماما وقعتني واحد المشاكل مع بابا خلى لك شي ديال خلى شي صداع مراه وخلى شي فارقه قلت لك انا شوف انايا خليني غير كان الوالد ديالك تفصل على الوالده ديالك ولكن مازال ما طلقوش كان ديك الساعه ملي كان مريض كان مفارق هو وياه كان عند دار جداتي هو وياه مريض كانت فيه الضيقه يعني المرض عند دار جداتي عند جداتي مدبا وفضل يبقى معاها كانوا ما بقاش طلقوا ما والو بقات ماما في اسفي رجعت انايا صافي بديت كنعرف اكادير وليت كنعرف الدشيره وليت كنعرف انزكان وليت كنعرف يعني النواحي ديالو بشويه بشويه داك هي كانت جات معاك باش تستقر معاك ولا كانت جات غير باش تطمئن عليك فين جالسه وترجع كانت تبت تستقر معايا ولكن ملي رجعت قالت لك صافي انا خليني هنايا بغيتي تسيني انت يعني هذيك ولد الناس راه كاين معاك تما كاين انا ما كاينش حتى مشكل
يعني صافي انا 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 كنقول لهم انا اكادير صافي ما تبقاش تذكروا لي انا اسفي لا والو اسفي ما بقاش بغيت نشوف لي انا اكادير هو اللي بين عيني صافي انا ما تقولي اي حاجه نقول لكم اكادير تقولي اكادير ما تمشيش ليه بقيت كنبكي كما اكادير غنمشي ليه صافي جات اكادير بوحدها هي طيب شاف ليا قاتلني جيت مشيت ثاني لاكادير صافي وتما فين وقع بيناتنا المشكل بقى انا وياه بقى المشكل بيناتنا هي هذيك كنعقل عليها في درت 20 عام درت 20 عام كنعقل عليك في الساعه صافي بقينا كنوقع بيناتنا المشكل على 17 على 17 ولا 18 عام انت مش تلاقيتي اول مره ولا على 19 عام تقريبا 19 عام يعني دوزنا شي عام تقريبا بحال هكاك يعني ما كاملش يعني انا 20 عام هي فين فين تما صافي واحد من اللي درت في 2012 صافي قلت عرفت 2012 قلت راسي حامله يعني مشكله هذه يعني حامله مشكله عاودت لي قلت لها اللي كاين واللي كاين دابا راني حامله وراه ماما كاين امنتني عليك ودابا انايا غادي نرجع ثاني شفنا يعني راه اي بنت كتوقع في هذاك الشيء صافي قال لي شوف انا غنتزوج بك صافي قال لي دابا شوف انت ما تبقاش تجلسي مع هذوك الناس ما تبقاش تخدمي نشدو انا وياك محل انني تنقادو في امورنا انا كيبقى لي مقابل لي والو صافي انا كيبان لي انني حامله يعني عشتي على ذاك الحلم ديال بانه غادي تقاسمي مع الحياه و... الدار وحياه حنا كذبنا على والديا قال لك مش تزوجنا حنا مجوجينش قلنا حنا تزوجنا انا بلا كاطنا سيمان ديالو لا كاطنا حنا تزوجنا عيطت ماما قلت لها لك ولد الناس راه سميتو عقدي تنوي الغرض ما حامله ما والو راه حنا تزوجنا صافي هذيك كطلع عندي ماما واختي كاينه مع واحد عائله يعني بحال مراه ومرته مزوجين اييه صافي كتجي عندي في واحد جاو تعيط لي قالت لي شوف حنا غنرجع لكم لاكادير جات عندي ماما واختي جاو عندي زعما على اساس بغا يشوفوك انت كمجوجه نشوفوك نشوفو الحياه ديالك ونشوفو شنو كاين هذه واحد قلتي لهم مجوجه انا مجوجه انا قلت لهم مجوجه جاوي باركوا لي قلت انا داكشي عند راسي انا عند راسي انني غادي يعني انسان غير غادي صافي ملي جلستي معاه قال ساكون سترك يعني وجمعك يعني دار لك المحال ودار لك يعني صافي يعني هي غادي دير المشكل لاكاد ديالو لاكاد ديالك تكاتب هكاك انت كتشوفي هادشي اللي شفت انايا طلعت عندي ماما طلعت هي هذيك انا ديك الجاره ديالي عرفتني كنتوحم كتجيب لي داكشي كتجيب لي الحوت كتجيب لي اللي جاتو كتجيبو لي انايا ذاك النهار كتجي الوالده ديالي هي ما عارفه اننا مجوجين قالت لها مبروك على بنتك قالت لها ماشي مبروك على بنتي قالت لها الله يبارك فيك قالت لها ما عرفناوش وليد وبنيه اوكي عرفتي بحال اش نقول لك هزيتيني حتى الفوق و دابا امك مازال ما هضماتش كاع مسالت انكم تجوجتوا شويه حتى وليتي والده ما حامله زعما حامله كتشوف فيا ماما هكا كتشوف فيا اختي هكا ما بقى ما عرفوا ما بينوا حتى حاجه حتى خرجت معنا في الجاره جابت قصعه كسكسو يعني حتى ديك الجاره فرحانه انني وليدي نجاو عندي صافي كلينا هذا الكسكسو انا كيهود لي الكسكسو غير بالعقده يعني ما عنديش الخاطر لاننا عارفه غنسمع الهضره صافي هذيك ثاني كسكسو مشات لنا وهي تقول لي اشنو هذا الشيء كاين قلت لها اللي وقع قالت لي هادشي اللي بغيتي هي اكادير انت دايره هنا وانت فاعله قلت لك دابا شوف ماما اللي عطى الله عطاه دابا تقول لي ما نقول لك دابا اللي عطاه عطاه واللي وقع وغلط هادشي اللي كاين صافي اختي تاهي تقلقات هكا هادي هي تهضر معاك قالت لي دابا شنو ودي قالت لها شوف انا مستعد نتزوج بها دابا انا قالت لها دارها وهي فيها تجلس وهادي قالت لها غادي نتزوج بها قالت لي صافي دابا راه وليت مسؤوله عليك انا دابا خرجت المسؤوليه ديالي انايا انت دابا مسؤوله عليك صافي هي هذيك دازت هذيك جلسوا معنا تقريبا شي 3 ايام ولا 4 ايام صافي ومشاو جلسوا معنا انا بغيتهم شي يمشي وانا ما كرهتش تكون بقات معايا تحضر مع يكون انا يكون بقات معايا هي يوم ولكن ماشي مشكله هذيك اكون يعني اكون مادام كيفكر ما كيفكرش يكون هي هذيك مشات ماما دازت وهي كون ما من تدبير الا مول الكون من الكون داكشي اللي كان كتبت عليا ما عندي ما ندير اللي عطاه الله عطاه ديك الساعه صافي جات الوقت مشات ماما دازت بديت في الشهر الاول شهر جاوج وصل رمضان قالت لي ماما شنو كتوحمي صرت لي سليل لو يعني
وقالوا يعني هما ما وصلوش جداتي وداك الشيء انني حامله ولا يعني راه مجوجه راه قالوا لها راه حامله يعني انا مجوجه اييه صافي هذيك دازت ديك المده كنقلب كنا كنخدم في الدار كنلقى شي اوراق كنهي كنقلب هكا في الورق كنقرا كنلقى انا السيد راه مجوج هكاك وعنده بقى عنده وثيقه عنده وثيقه عقد الزواج عقد الزواج كيطلقني انا منزله لي على الدعوه كامله منزله لي على النفقه منزله لي على كل شيء هادشي هادشي فوسط شي ورق ديالو انا غير كنقلب انا كنت كنقلب هكا كنجمع في الدار هكا كنلقاهم في مخبيو في المايو الجهه التحتانيه ديال المايو مع اوراقي ديالو هو انا اوراقي هو اوراقي كنقلب هكا كنلقى داك الشيء بحال شفت اخويا شي واحد الماء مقلاصي يعني بحال ما بقيتش عارف شنو ندير كيجي في العشيه كيجي من الخدمه حتى العشيه بعد ديك السته صافي كيجي معاه الكسكروت وكيجي كنجي نقول شنو فين هذا الشيء اش هذا الشيء اشنو كاين تيقول لي هالي كاين هالي كاين هالي كاين انا راني مجوج وهي اللي هربات وهي اللي زادت وما عرفتش فين كاينه كان مجوج بها في 2007 في 2007 كان مجوج بها قلت علاش ما قلتيش لي هذا الشيء من الاول؟ قال لي لا غير انا يا راني دابا هي مطلقاني وهي هذه بقى لي بالهضره بقى لي بالهضره قلت لي دابا المشكل ديالي انا طقت فيك وعاودت لك صراحتي وقلت لك ها اللي كاين وها اللي كاين وها اللي كاين وانت ما خصكش تقول لي هذا الشيء. يعني شحال من حاجه صافي بقيت عارف ما ندير وانا كاشي غادي في امي فين غادي نزيد عاوتاني شكون غيقبل عليك انت وكتي وكرشك؟ ما كاينش شكون غيقبل عليك كتشوف تقول لي اللهم نلقاش معاه هو يلصق فيه هوايا. صافي هاديك بقى لي بهضره انا اللي كاين ولا دابا غنمشي انا غنقد الوراق صافي وغنمشي وغنسول على داك الشيء وهادي قالت لي يوم غدا يوم غدا يوم غدا يوم غدا انا ما عاودتش ما قلتش انا ما قلتش ماما انه راه مجوج حتى ولات ديك الساعه حتى تفارقت عليه يلاه قلت لها شنو هو المشكل اللي انا تفارقت عليه صافي هاديك جا الولاده 2013 14/10/2013 ولدت ولدي صافي ولدته انني لقيت مشاكل حتى في الولاده ديالي انني انزكان ملي لقاو عندي الاكاط ناسيونال اسمي ما بغاوش يدخلوني انزكان اتري ديال روشار ما يعني حتى هما ما قبلونيش قال لها وقالت لك ساعات عندي الوالده ملي غنبغي نولد انايا جات عندي الوالده قلت لها شوفي راه قريب الشهر ديالي راه انا غادي نجي نولد جات عندي مشينا لانزكان ما قبلونيش قال لها شوفي تهزي بنتك وغادي تمشي للحسن الثاني وانا حاله خطيره يعني ولي كيعود معايا الماء الخضر لان يعني الدري كان غيموت ليا وانا تانا كنت غادي نموت يا هذيك بقات ماما بقات ماماك دابا حنا حاولنا ما امكن متتبعينا الافاضل من خلال البوح ديال هاد الاخت هادي ومازال حنا باغيين نسمعوها ومن دون شكين بزاف الاخوه اللي تبعوا معنا جزء من شويه من قصتها وحاولنا نلمو حنا بطبيعه الحال هي بطبيعه الحال غنتواصلوا معها باش نكملوا معها البوح ديالها سكينة مرحبا بك أختي من جديد ألو أستاذ مرحبا أختي سكينة الله يبارك فيك قلت لك أستاذ جات عندي الوالدة ديالي قلت لها نهار غادي فلان فلان غنولد فيه بقات لي غير مدة باش غادي نولد جات عندي ماما جلست معايا ثابت مشي نولد قلت مشيت إنزكان ما قبلونيش بقاو عندي لاكاط قال لها السيدة ما غتولدش هنايا مشي ديك الساعة كنا ديك الساعة سكنا حنا في أزرو أزرو ديال أيت ملول أزرو ديال أيت ملول كنا حنايا في أزرو هو ديال أيت ملول هو الوسط ديك كيهود معايا الماء أنني صافي دي كيجيني الوجع هو ديال أيت ملول هو الأول قالت لك شوف حنايا ما نقبلوش لأن كنولدو هنا العيالات غير بدون غراز يعني أول مرة ما نولدوهاش كيعود معايا المرخضه قالت لك سيري عندك بنتك سيري ديها الانزكان مشيت شديت الطاكسي عودني الانزكان ملي كندخل الانزكان واحد الفرميه شدات معايا العكس قالت لها دخلت قلبوني هذه قالت لي بلاتي على الولاد ديالك قالت لي لا كاتناصوي قالت لي اسفي قالت لي بنتي ما غتولديش هنايا
كنخرج عند ماما وانا كنتوجع الله اللي عاني بيا ماما راه ما قبلونيش رجعنا لايت ملوش. وكان معاك هو ولا ما كانش معاك؟ الساعه 3 العشيه الله غنعيطوا ليه تيسالي خدمته صافي حنا قلنا غادي نولد غتعيط لي وغيجيبوا لي حوايج وصافي حنا مابقاش يوقع لي ثاني فين مقور ثاني طلعوا له بوطو ولا ما يمكنش وانا صافي ما بقاش عندي ما بقاش كنشوف صافي كنحس براسي ما كايناش في الدنيا كنمشي ثاني لايت ملو كنقول لها شوف الزكره ما قبلونيش قال لك راك ديالك انت لا اسمي ما غاديش نقبلوك قالت يلا يهديك انت راك حاجه خطيره وما كيعود معايا غير خضوريه ما بقاش كيعود معايا ما طبيعي ولا كيعود انا الدري شرب لي الماء صافي صافي كتبت لي واحد الورقة أنني الدرية راه إيرجونس يعني خاصة تولد في أي قريب لا ما ولدش غادي تموت رجعت ثاني على وعدي سعدين إنزكان كتبتها إنزكان دينا الورقة مي دخلت الورقة أنا قلت لها راه هاني كاين قالت لك علاش أنت تمشي لأيت من لون وتشدوا الورقة شرقت عليا الفرمنية على وجهي قالت لك أنت ما غتولديش هنايا صافي انا مابقاش عندي جاتب لا مشي لا حسن الثاني لا ايش من لول لا حتى بلاصه صافي انا يا صافي كاين الجرده في انزكان مشيت نعس تما كاين قلت لك بغيت نموت الله يغفر لي بعدا انا مت بعدا اني بعدا حامله يغفر لي الله الذنوب ديالي مابقاش قلت لي انا مابقاش نمشي لكم هنا عيطت لبوت ولدي قالت لي ها اللي وقع اللي وقع جا حتى هويا ماما حيحت عليهم تما في انزكان يعني انا قلت لهم الدريه تموت ولا شي حاجه راه ما نعرفكمش جيبوا لي دابا المدير ديال انزكان جا السكيورتي شنو المشكل ها اللي كان السيده الفرمنيه الله دار لي بحال هذاك النهار الله بغى لي حياه جديده والله دريه تيولد الخير ان هذيك الفرمنيه اللي شدت معايا العكس يعني غتخرج مع بالليل غتخرج مع التسول يعني ما عندهاش بيرمانوس انها غادي تبقى كون بقيت غادي تقتلني غندخل لهنا تخليني تما كاين غادي تقتلني وتشوف شنو غدير لي وتخليني تما ما تولدني صافي قلبوا عليها ما لقاوهاش اصل معروفه واحد خيتي كانت كساها في انزكان معروفه خايبه كتبغيها في الصحيحه تعطي تدور معها تدخل هي هذيك دخلت جو 16 ديال الليل دخلت وانا من 9 الليل حتى 5 الصباح الله ولد انني مني داروا لي الدقه ديال القلب ديال ولدي ما بقاش كيتسمع صافي انا غيبت ما بقيتش من ديك الساعه ما عقلتش حتى الصباح الله عقلت انايا الدرجة أنهم ذاك الخوت طلعوا لي ما بقاوش باش يجبدوهم ما طلعوا لي صافي أنا غير حفظني الله وصافي بغيك الله واحد الحياة أخرى وصافي ولدت جلس الدري في القرعة داو السبيطار ما ديتوش معايا الدار يا هذيك داك الغلاس داس ديك هذاك النهار اليوم التالي صافي عطوني باش نخرج قلت لهم ولدي قلت لنا ما يمشيش معاك سيري انتي للدار دوزت واحد 3 أيام وجدوا الدري ياك الدري ما وقعت ليه والو هذا قال لك لا الدري بخير على خيرها مع الاكسجين مع شرب هذاك الماء وداك الشيء خاصو واحد 3 ايام هنايا مشيت للدار دازت 3 ايام صافي جيت ديت ولدي ديتو للدار هي هذيك دازت دار بالحق دار بحال انه صافي هذا السيد راه راجلي يعني راجلك تسوق عليك يعني كل شيء ما كاين شي حاجه اللي زعما كانت من عنده هوايا مفرط فيها زعما مفرط فيها ما كاينش يعني انا كاين نيت مرتو على سنه الله ورسولي هكا بين لي هكا نفاق ودار واحد العدد ديال الامور اللي صافي طمأنك انت هي صافي انك كوني هانيه صافي هذيك دازت 7 ايام شات ماما قالت لي دابا قالت لي شنو غديروا في الدري صافي كتقول لها صافي لا غادي نقاد الامور وغادي نقاد صافي غنمشي وغادي نحط الدري وهذه انا غادي نعرف بقى كتبدا عليها بالهضره بدا عليا انا بالهضره بدا عليا الهضره داز الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث الشهر الرابع كنشوف قضيه انا غادي الدري غادي كيكبر لا حاله مدنيه لا والو دابا بقيتي عايشه انت وياه الراس في الراس معنا ولدنا كنمشي كنجلب ليه كنجي يعني عادي بحال ما حتى حاجه ما كاينه انا كنتسنى غير يفضي المشك تما كنهضر معاه وصافي انا قريب غيفوت المشك كل مره كيخرج ليا كذبه داز العام الاول وانت في الحقيقه محظوظه لان هذا الولد هاد الظروف بعدا اللي قلتي لنا تزاد فيها راه للاسف راه كنسمعوا بزاف ديال الاخوات بحال هكا تيكونوا في هذه الوضعيه يقدروا يلقاو في السبيطارات كاع اللي كيستغلوهم تيقول لها ولدك راه مات كاع لا انا لا ما انت راه محظوظه على كل حال لقيتي ولدك حداك بعدا لا لقيت ولدي حدايا ما قالوش لي وعشتي معاه ديك المده قلتي كتديه كتجلبي ليه
كنمشي كنجلب ليه، درت ليه الكارني ديالو، كنمشي نجيب ليه في الموعد ديالو، حتى دار 5 سنين وانا كنجلب ليه. يعني من هاد من شهرو ملاتي وهاد من مني تزاد حتى ل5 سنين وانت عايشه مع هاد الراجل في دار وحده؟ لا لا انا كنعاود لك على الجلبه ديالو، انا احترم الجلبه ديالو هو، يعني عمرني فرطت لي انا في الجلبه ديالو. أيه. جبت لي قلت لك من الاول ديالو حتى داز العام الاول، داز العام الثاني، داز العام الثالث، درت دري 3 سنين. اييه صافي انايا 3 سنين قلت لي دابا هادشي ديالك راه باليا طول هادشي. يعني انا بديت كنتوقف، يعني بديت كنوعى 3 سنين، يعني دري 3 سنين. وهاد 3 سنين وبلاتي وهاد 3 سنين هادي كيفاش كنتي عايشه انت وياه؟ واش كتخدمي كنتي انت كتخدمي وكتخلي الواقع؟ لا ما خدمتش، لا ما خدمتش، كنتي مقابله الولد، معيشني مقابله الدري، معيشني انني صافي مرتك على سنه الله ورسوله اللي خاصتني كنت كتجيني. واد بلاتي اللي كان كيقول لك شنو هو المبرر ديالها؟ شنو زعما شنو المبرر ديالها؟ انني خاصني نهود اسفي وخاص نقلب على نجيب الورقه، وكان كيكذب يعني تيقول لك انا مازال ما صوبتش الحاله المدنيه ديالي، ياك كيعطيك بزاف المبررات. تيقول لك بزاف المبررات بلاتي كنمشي لشي سيكر ما تنجيب ورقه من هنا. يعني الا جلست معاك تقولي انت هي اللي خايبه، يعني كي جلس معك كي صوتيك، يعني كتصافي كتبقى كيقلب لك على جميع كيقلب لك على جميع الاعذار. كل اي مخرج كنبغي نخرج منه تقول لك هو كاين، يعني كيخرج راسه حيد الزغبه حيدها من عجينه بحال هكا. كيف قلت لك داز العام الاول، داز العام الثاني، داز الثالث، كيبغي يخشي الدري غادي يكبر والمدرسه والحاله وهادي، فين هادشي ديالك فين غيوصلنا؟ هادشي ديالك الدري غادي كيكبر ولدك هو جلس معاك هانت يعني حن فيه، يعني عطانا الطرق شويه بلاتي وانا نجمع النوضه انايا. عرفت فين كنمشي، عرفت اكادير فين كنمشي ليه، وليت كنعرف يعني الصغيره فيه الكبيره فيه. اشنا هي بلاتي، اشنا هي الحاجه اللي وقضاتك صافي قلتي يا سكينه دري غايده عليا، دري غايده عليا نوض من هاد القلبه هادي ديالي؟ يعني كنشوف الدري كيضيع بين يديا. اشنو فين غيدري هي المدرسه؟ هو يدير 4 سنين فين هي المدرسه؟ فين هي الدري كتشوفي انه ما عنده لا ورقه لا والو؟ اي اشنو فين غادي توصلي هذا الموصل ديالك؟ حنا نقولوا حنايا نبقى عايشه مع انايا والدري مني غيكبر، حنا نقولوا بريفي راه حالو ساهله، تعرفي كيفاش تسلتيها؟ وملي يدخل الدري التحضيري نقولوا بلاتي يا هذيك دار الدري كنعقل عليها 3 سنين ونص، دار 3 سنين ونص. قلت لها شوف اولد الناس انا غنجيك من الاخر، انا جاتني شويه صعيبه انني واخا كاين حالات حنا عرفناهم في البرنامج دازوا عندنا ديال شي طفل ما كتسولي وضعيته على شحال كيقدر كاع يقرا الابتدائي كله عاد كتسولي الوضعيه ديال النسب ديالو، شفنا بزاف الحالات. وانا انا جايك الهضره دابا باش نقول لك، قلت لك صافي هذيك، قلت لها شوف اولد الناس هادشي ما مسلكنيش، هادشي بان ليا الدري انا كيضيع بين ايديا، يا اما دير لي حل يا اما الله يعاوني يعاونك. قال لي انت يا مالكي وهادي وتيا صبري وبلاتي. قلت لك عندي صبر 3 سنين ونص وانا صابره. يعني هذيك الدريه اللي كنتي ديتيها من الاول من المحطه وهدرتي معاها راه ماشي هي الدريه دابا اللي كاينه دابا. انت ام وباغي المصلحه ديال الوالد وديالك. يعني عرفت بحق الوالدين باش نعاود نتكرفص ولدي كيف تكرفص انايا، ما بغيتهاش، بغيت انا ولدي يكون حتى هو عنده همته عنده شانه عنده مدرسته، يعني بغيتو يكبر يكون شي حاجه. انا دابا كنحلم ان ولدي يكون شي حاجه. ما بغيتوش انا يكون حتى هو بحاله بحال هذا ولدي اخضر دابا يتشرد يولي حتى هو جالس في انزك ان عاس في المحطه. اشنو؟ قلتي تبغي ولدك دابا تكون تخدام مثلا وتلقى ولدك ناعس ماكين كيطلب ولا كيدوز حدا الطاكسيات؟ طبعا ما يمكنش الانسان يتقبل هذه المساله. انا هذيك الشجاعه اللي جاتني بحال جمعتي كل شيء، تفكرت لك شيء كامل كذوب، وهذيك الحقره اللي حقرت فيها والسيده اللي جات عليا، قلت صافي بحال قلت لك هزيتيني وحطيتي وحده اخرى. صافي نط خرجت قلت لي يا بنتي تقد نهار تبغي ولدك وتقد وراقي اف مرحبه. ما عندي حتى مشكل. قلت لي انا يا نهار تبغي، قلت لي انا ما نبقاش عايشه معاك هذه العيشه، لان حرام لا بالنسبه للعبد ولا بالنسبه لله سبحانه، راه حنايا حرام علينا حتى ديك الماكله اللي كتجيب نتايا راه كناكلها راه حرام. قال لي هكا صافي خليته انايا، ما بغاش يخليني نخرج، خليته حتى مشى الخدمه. هكا قلتي ليه انت؟ جمعت حوايجي. هكا قلتي ليه؟ هكا قلتيها لي. قلت له واخا تجيب اللي جبتي، واخا تجيب الدنيا كامله راه حرام، راه ما ديزاش لينا.
اها صافي هادي ما خلانيش ما خلانيش نخرج ما خلاني صافي شدت انايا خليت حتى نمشي للخدمه حتى نمشي للخدمه جمعت حوايجي ديك الساعه كنعرف واحد الدريه يعني ممكن كنت عارف عرفت شي دريه تما كاين في اكادير عرفت شي عرفت الناس عرفت شحال من حاجه صافي هي هذيك جمعت حوايجي قالت لي شو ماك ما عنديش عندي صافي صافي ولدي صافي انايا يعني زعما غندي معايا شي فراج ولا شي حاجه ما خليت لي كلشي كنا صافي كنمشي كي يجي كيلقى ما حتى حاجه كيصوني مابقاش كنجاوبو صافي بقيت كنصوني ما كنجاوبوش مشيت عند واحد الدريه هوت عندها في هاك الساعه باقي انا في ازو هوت عندها الطراس عاود انا تما كاين شدتني مسكينه عاودتها ثاني المشكل حتى هي عاودتها قصتها كاين ولكن قالت لي شوف انا كيفاش عرفتي هذه البنت وفين تعرفتي عليها واش من ظروف زعما فاش تعرفتي عليها؟ جابها لي الله فين نتلاقى معاها كتجي عند اختها في ازرو وما نتلاقى معاها في السبيطار اللي كنجلب فيه لولدك اللي كنجلب فيه لولدي كتجي قالت لي عند اختي مع اختي فاتحه هي كتجي تجلب لها الدري بقى بيناتنا واحد التواصل ديما قالت لي النمره ديالك النمره ديالك قالت لي انا حداك هنا نهار قلت لها نيت باغا نتحرك وباغا نخدم وهادي وخلي الدري كي نهار بغيتي الوقت اللي بغيتي راه بقى بيناتنا تعارف بحال الله يسر لك هذيك السيده قلت لك كنهود عندها الطراس كنهود عاودتها المشكل قلت لها هالي كان وهادي كان وهالي كان وهالي كان كتقول لي قلت لها بغيت نقلب على الكرا وبغيت نستقر وبغيت نخدم على ولدي وهادي قالت لي كاين واحد السيده يعني كاينه في الفجر هي نمشيو نهضروا معاها وتكري ليك مشينا عندها ديت معايا ولدي هذيك الساعه ولدي عنده هذيك الساعه ثلاث سنين ونص هذيك مسكينه السيده ما كتولدش ملي شافتنا بحال قالت لها راه راجلها راه ما كاينش راه مطلقه حنا قلت انا مطلقه قلت لها كنت معاهم قلت لها مطلقه قلت لها دابا انا بغيت نخدم وهادي قالت لي بنتي مرحبا هكا دينا هكا برت ما فيها جوج بيوت هي عندها دارها هي الفوقي وانا لتحتي قالت لي مرحبا بنيتي خلات لي ساعه كنعقد 8 درهم 16 ريال باش كريت تسلفها مع ديك الدريه هذيك السيده هي اللي تسلفها مع عندك شوف انا غنتحرك وغنعوضها لك من دوبل قالت لي شوف بنتي ما كاين حتى مشكل قالت لي هذيك المره قالت لي اذا ما كانش عندك دابا راه ما كاين حتى مشكل هذيك الساعه الدري انا باقا قالت لي صافي مشينا يسرت معاها في الدار يسرنا معاها جينا سكننا بقيت كنرقد شويه كنا كنمشي غير هو داير الجوطيه ديال الجرس كنا كندبر عليها بياس هكا حتى فرج دويرتي ومن هذيك السيده قالت لك المنظمه ما كتولاش مسكينه هذاك ولدي ولا عزيز عليها يعني وليت كنخليه ليها يعني انا وليت ما نقلب على مربيه ونمشي على جهه وليت كنخليه لها هيايا دارته بحال ولدها لا راجلها لا المراه وليت كنخليه ليهم كيخرجوا معاهم كي انا كن يعني انا كنت خدامه مطمئنه يعني بحال مخليها لامي ولا اختي ولا زعما ماشي شي حاجه مشيت خدمت ديك الساعه خدمت في عيش ملول في وزينه الماكل ديال الحي الصناعي تحرك تما كاين يعني كندوز السويعات الكنزه يعني فيها الصرف يعني كانت كاع كتوصل كندوز السويع 40 ريال الكنزه هذه كتوصلنا الى دوزنا السويع يعني راه كان من الصباح حتى 11 12 الوحده كندوز السويع كندخل وليت يعني وليت كنعرف اللومباراج كنعرف وليت كن شويه من اللومباراج دخلت من الميزان وليت كنستف وليت يعني بشويه الحمد لله بقيت هذيك صافي توصلنا ديك الساعه العيد الكبير كنعقد عليه ديال العام اللي فات العيد الكبير ديال العام اللي فات استقريت الحمد لله وليت كنخرج انا ولدي دات ليه المدرسه ديالو دات ليه وليت كنديه المدرسه كديه ليا هي كنقول للمعلمه هانتي ما تعطيه حتى واحد عطيه غير هاد السيده اللي غتجي تجديه يا اما انا يا اما هي قالت لي صافي ما كاينش حتى مشكل صافي قريت الدري داس الحمد لله حياتي تقادت خدمت هادي عرفت اكادير بغيت كنعرف اي بلاصه دابا تقول لي نمشي ليها في اكادير ما عنديش مشكل صافي يا هذيك العام اللي فات العيد الكبير عيطت لي ماما قالت لي هانتي عاودت لماما المشكل قلت لها اللي كان قالت لي شوفي بنيتي انا ما غادي نقول لك حتى حاجه عمي بحرك بوحدك انا ما غنجيش ولكن بالضبط شنو وصلتي للوالده شنو زعما الحاجه اللي وصلتي لها دار راك زعما عيطتي لها انت باش تفشي عليها قلبك
عيط قلت لها كل شيء، قلت لها السيده لقيتهم مجوج وهالي كان وهالي كان وهالي يعني من بعد مود عاد فتحتيها زعما عاد قلتي لها الحقيقه هذا الشيء اللي انت عرفتي. نهار خرجت من عنده، نهار خرجت من عنده والله صارحتها بالحقيقه. نهار خرجت من عنده صافي هذيك ما تقول لي يا بنتي عمي بوحدك، انا ما غاديش نلومك، انا وقت ما جيتي مرحبا بك، يعني ما لقيتش مشكل مع ماما كاع، ما لقيتش المشكل. اييه وماما تزوجت ديك الساعه. ما تزوج صافي قالت لي انت تجي تعيدي معنا، جي لهذا جي عندنا اصلا جي تعيدي معنا. كتشوف من الاحسن باش خلينا نعيد هنا راه كاين الناس نعيد معاهم. قالت لي غير جي بحال هذاك النهار غيدوز عندي انايا اكفس عيد، كنعقل عليه من اكفس عيد. علاش؟ كان يعني تما فين غيدي ليا الدري. تما فين غيوقع المشكل انا وياه ونولي النزاعات. واخا. هي هذيك شديت لهذا، ديت كشي قسم الله، ديت انايا التموين ديالي، يعني بعيد من عند مامايا ديت التموين ديالي. كشي اللي قسم الله ديتو هودنا، هوت بالصيمانه قبل من العيد، يعني انا عيدو بالاثنين، انا هوت الاثنين اللي من بعده، يعني الصيمانه. اييه صافي كان جيو مشينا تقدينا، شفنا كشي العيد، شاو الخروف، شاو يعني داروا بحسابك وكل شيء. هي هذيك هو فين مشى؟ هو ديك الساعه ملي قرب العيد الكبير مشى سول عليا. شكون سول عليك؟ سولني فين كاينه، انا ما لحد الان ما عرفتش انا ديك السيد مين عرفني فين ساكنه، يعني ساكنه في الجرف، ما عرفنيش، ما عرفتش انايا من جاب العنوان عرفي انا ساكنه في الجرف. ما عرفتش. واش يعني انا كنمشي للمحطه ديال المسيره ديال اكادير، ماشي للمحطه ديال الزكان. كنقطع كنمشي للمحطه انا باش انني زعما باش ما تلاقاش وجهك في وجهه. ما تلاقاش. صافي هودنا دازت سميتو بقات العيد تقريبا شنو نقول لك شي 4 ايام ولا 5 ايام بحال هكاك. كيجي كان صافي انا هوت هكا مشيت عند كاينه عند ماما. صافي ملي كان مشيت ليا هي ولدي قال لي ماما بيت لا كلاس كاين معايا الساعه خويا، كاين خويا وكاين كلشي. قلت لها انت خويا، قلت لها انت هوت شي خدي اللي بغا وطلعوا. صافي خويا هود معاه الدري الحانوت. هي هذيك انا يا تما فين وقع المشكل، اخويا كيجي عاود ليا كيفاش حتى داه. قال لك ملي تلاقى معاه قدام الدار الحانوت، يعني ما على مال هو جلس فيه. جلس فيه. اوكي. جلس فيه وقلب وما عرفتش انا كي داير هذاك الشيء. ولكن بلاتي هو ما كانش كيعرف داركم، حيت دار الوالده ديالك فين تزوجات وداك الشيء فين، كيفاش عرفها؟ لان عرف دار جداتي كانك عارفه تما، كان كيهضر مع خوالي كيهضر معاهم، يعني راه السيد راه راجلي. قال لي دابا دارني انني انا هي اللي مشات. زعما دارك انت هاربه. انا اللي هربت. دارك انت هاربه زعما على هذا الحساب في نظرهم. هاربه هدت لي الدري وهربت. حيت هو دائما في نظرهم ديما راجلك. هو راجلي. يلاه امك اللي كتعرف الحقيقه، يلاه امك اللي كتعرف الحقيقه. اختك. وي اختي. هما اللي كيعرفوا الحقيقه، اما العائله كامل عارفين انك راجلها. اييه. انا راجلها. اييه. كيهضر معاهم قال لي هذه تا هي السكينه كاينه هنا، يعني هي كاينه هنايا. اييه. كاينه في اسفي. راه قال لي انا بغيت ندير شي حاجه قسم الله، بغيت نمشي نشوف ولدي وندير شي قسم الله. عطاو العنوان ديال الوالده. هاكاك دابا هو بلاتي هو دابا تبت جداك. انا هنا نيت دابا راني انا اي خوت تبت خوالك قال لهم انا راني في اسفي بغيت نعطي فلانه شي امانه فين كاينه تكون دابا. الدري بغيت العواشي هذه بغيت انا نعطيه باش يدير. انا خليها قال لك خليها تتفش على خاطرها وخليها هذه وهذه وهذه، يعني بدا عليهم الهضره. شوف شنو قال لهم. اي انا جيت نشوف غير الدري نعطيه داك الشيء اللي نشوف الدري. عطاو العنوان انا هي صافي جالسه في الدار الفوق جالسين، يعني جالسين. قلت لك هو الدري مع خويا، قلت لها انت شري ليه داك الشيء اللي بغا. قال لي يا خويا ملي هوت كنلقاه قدام الدار. قال لي خويا بقى شاد في الدرس، قال لي واش نكلم لك سكينه؟ قال لي لا 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 انا بغيت نشوف غير الدري وغادي نمشي. انا بدا نعطيه شي حاجه وغادي ندير الدري. خويا قال لك انا باه ما يمكنش لي انني غادي خويا عبر انه باه ماشي قال لي تاهو باه. قال لك ما يمكنش انني نحبس الدري على باه. صافي قال لي ها، قال لي شوف راه نمشي ناخذ شي حاجه من الحانوت وانا نعطيك وطلعوا. قال لي لا، قال لي ها ناخذ شي حاجه من الحانوت الدراري وسير وطلع انت وياه، يعني ما تبقاش تدور انت وياه هنايا. اييه خويا بقى كيهضر مع صحابه
كنتسنى السيد يجي هو الدري كيتسنى السي اكس عم لبسه انا غير شورت وسليب سمطه وكلاكيطه اه وكان شي برد ديك هذيك العشيه يا هذيك جي كيتسنى الدري كيتسنى ما جا لا الدري لا بوه بجوج كيمشي يسول مول الحانوت قال لي واش ما جاش عندك فلان قال لي مع دري صغير هذا قال لي اي قال لي على بالي كف الطاكسي وزاد اه صافي اخويا بقى كيقلب ما صافي تيطلع عندي تيقول لي تيقول لي الدري تيقول لي ما بغيتش يقول لي شنو كاين قال لي راه مشى مع باه كيفاش مشى مع باه قال لي هل وقع صافي بحال ثاني هزيتيني من لكن هو شنو قال لك بالضبط خوك شنو قدر يوصل لك دابا يعني حيت هو الفكره كلها ديك مشى يجيب ليه من الحانوت وكل شيء داكشي قال لك الواقعه كي وقعت قال لي قال لي الواقع داكشي اللي قال لي قالوا لي يعني داكشي اللي قال هو اللي وقع هو وبات ولدي قالوا لي قالت لي ماما قالت لي لا ولدو راه غيديها هنايا وغيجيبو حتى شوفي ماما ولدي مابقاش غادي نشوفه يعني حسيت كنصونو ليه كنعيط التليفون كنصونو والو السيد ما كيجاوب من بعد ما هو كان من بعد ما هو كان كيصوني وانتم ما كتجاوبوش ولا انتي ما كتجاوبيش وليتي انتي هو انتي كتصوني وهو ما كيجاوبش انا كنصوني ما كيجاوبنيش اه شي اللي كنصوني كنصوني وما كيجاوبنيش كتصوني ليه ماما كيصوني لي راجل ماما كلشي كيصوني لي هذيك الليله صافي ما بغاش يجاوبنا ما بغاش يجاوبنا كاع قلت له شوف ماما قلت له ولدي مشى كي تي عام عباها غيجيب لك دابا تفي غيدي هذه هذيك تشوفي ماما ولدي راه مشى ليا مابقاش غادي نشوفه فعلا وصل هو في ديك الحاله اسمحي لي هو في ديك الحاله فاش كان كيفكر زعما كان بغى يجيبك بولدك زعما بين يعني بين انتقام ولا بغى يرجعني زعما بالدري شوف شنو داك بغى يولي لك دراعك زعما يعني علاش مشيت كان زعما كان بغى يولي لك دراعك ولا شنو بحال هكاك لان الولي يدري بالدراع يعني عارفني ان الدري عزيز عليا واحد الدرجه ما نوصفها لاي واحد يا ديك هذاك الليله كنعقل انني ما نعش ولا شفت الناس نغمض عليا طلع لي ام تي جي الصباح باش نمشي انا نديكلاري ندير ديكلاراسيون صافي يعني بقات 40 نعيد يعني كلشي ما خدامش كلشي ما خدامش كنمشي جاتني مع السبت الحد كنمشي للبيرمانوس اللي كاين هنايا في اسفي كنقول لهم اللي كان قال لك شوف سير نهار الاثنين حنا كنا نعيدوا وقال الثلاث ولا مابقاش عاقله انا نهار عيدنا يا الثلاث الى الاربع ياك سير نهار الاثنين عيط لخواتاتو عيط لهذا ما جاوبني حتى وحده فيهم تقول لي لا ما شفناش ما جاش عندنا الله يهديك قول بتطمئن على الدري انا يا اللي كان معاه مزيان راه بو هذاك بتطمئن على الدري قالت لك لا حنا ما شفناش ما ندخلوا معاه في اللعبه شكون هادو؟ خواتاتو لي هذيك الساعه كنكتشف انه داه كازا ولكن على انت فين كتعرفي خواتاتو عاود يعني حنا درنا اننا مجوزين هو عاود لهم الصراحه قال لي مراه اللي وقع منها هذا المشكل هو عاود لهم الصراحه انا اللي كذبت على عائلتي هكا واش عارفيني انا معاه ومشينا عندهم لكازا مشينا عندهم تا مرحبوا انا صافي عاد هما دخلوا معايا في داك الشيء كامل وعاود لهم كيفاش لافي انا اللي ما عاودتش لعائلتي يا هذيك هذاك النهار كيدوز عليا هذاك العيد ما عقلتش عليه سنيت نهار الاثنين بقيت صافي ديك اليومين كان انني درجه انني عرفت ماما قلت لها علاش قلتي لي غادي نجي الاسفي علاش قلتي لي نجي نعيد معاك ما خلينا ودي ما نعيدش انا يلاه جاني كون جلست اكادير نمشي شري كيلو ديال اللحم وكيلو كبده ونجلس بها انا وولدي احسن ليا هو ولك خاصني غير نقول ما عنديش غيجي لك الخير ما تعرف الرزق من غيجي حتى انا يعني بدل ملي كيولي عليه واحد الحاجه اي حاجه كيلومها اي حاجه كتلوم يعني ولكن هذيك الوقت اللي جا الدلول الله يعطيك السر واش سميت الاب محدوطه في عقل زياد؟ واش سميت الاب محطوطه في عقل زياد ديالو؟ محطوطه حتى يعني انا بديت نمشي نحطو مشيت عندك الساعه في الاول قلت ليه انت قلت لي غدير لي واحد الاشاد في 2018 قلت لي غدير لي واحد الاشاد انني غنحطو الدري وديك الساعه شنو كاين على ضوء غادي تصاوب شي عقد زياد زعما ايه اش تقول انا مشيت المحكمة باش ندير انني مشيت المحكمة الانزكار باش ان نرفع الدعوة باش نحط ولدي في بن نسوبي يعني نسب ديال با قلت بغيت نحطو على سميتي انايا قال لي لا شوفي الا كان من الاحسن لكان با من الاحسن
لي شوف يدير لي شي حاجه اشهاد ويدير لك شي اي شهاد يشهد ان الدري ولده ما كاين حتى مشكل. يا هذيك دار لي اشهاد بعدا هو اللي داروا لي. اذا هذاك الاشهاد به باش حطيتي انت ولدك في هو باش حطيت به هو باش حطيت به ولدي انايا صافي دفعت. اذا هو اذا ولدك كيما كنقول لك يهز كنيت باه. كنيت باه كيهز وسميت باه زعما يعني بن فلان. بن فلان غير الحاله المدنيه هي اللي ما عندوش ولكن هي مش نجيبها لي من نجيبها لي من المقاطعه ان سميت باه وسميت جدو وسميت مو وسميت جدوده واخا يعني ما كاينش مشكل. اييه اييه هذيك نهار قلت لك العيد صافي داز نهار الاثنين مشيت الديكوراسيون ديالي مشيت دخلت عند الوكيل المالي قلت ليها اللي واخا على عاودت ليه ثاني هو المشكل كامل ما قلتليش انني قلت ليها انا السيد اننا ما كاينش بيناتنا عقد واللي وقع اللي وقع اللي وقع هي دابا سناي لان العيد كبد حتى واحد ما كيدوي معاك يعني كلشي كيقلب تسنى امتى يمشي وسولكني توكيل الملك على هذه القضيه ديال العقد زياد ومحطو واش سمحتو كما سولناك كان محطوط قلت لي هي محطوط انا هو سولك نفس السؤال اللي سولناك حنا دابا نفس قال لي قلت لي راه محطوط بسميت بقي راه با هذاك قلت لي لا لان الطريقه اللي جد داه ليا راه ماشي طريقه ديال الاب وولده يعني عندي قدر ديك الساعه نحن ونقول لها الدري نقدر نحن يعني راه باه واش شي كامل انا نتحرمت من باه باش الدري يتحرم من باه صافي هذاك مشيت عند الوكيل المالك حتى ما حتى واحد ما عطاني راس الخيط يعني تفت العيد الكبير جا العيد الكبير الناس كانت يعني مضحيين انا هذاك الحولي ما شفتش فيه تما كنشوف الحولي وكنتفكر ولدي ما كاينش حدايا صافي كان صافي هذاك العيد ما شفتش فيه اصلا دابا صالي امتى يفوت العيد فات العيد بشي سيمانه تقريبا صافي بدي كيحلوا المحكمات بدي كيحلوا الكوميساريين صافي مشيت ثاني للمحكمه او ثاني المشكل اللي خصك ديري سيري يعني الدائره ديري الشكايه ديالك وديك الساعه غتجيبيها لينا مشيت الدائره ودرت الشكايه ديالي وداروا لي المحضر عاودت فيه كل شيء حتى هو ودفعت للمحكمه وهذه صافي حد واحد البوليس قال لي شوف قايل لك هذا الشيء شنو دفعتي في المحكمه؟ دفعت انني الدري انا وخطفوا ليا داك اختطاف واخا داك دار لي اختطاف قلت لي اختطفوا ليا هذاك اختطاف ما درتش انني زعما داكشي اللي كان عاودتو ليهم قلت لهم لي انا كون عندي بطريقه اخرى ما غاديش نقدر نقول لها واخا سير عيد معاك عطى الله الطرق نتفاهموا انا وياه ولكن الطريقه اللي درنا انني حرقني انا كتبت اي طريقه نحرقوا بها يعني نقدر على المخزن ولا يقيدوا قدامي نقدر يعني يعني انت كرهك في داك السلوك اللي دار معاه بزاف خاصة انه في الاول بقيتي معاه بلاتي هزيتي لها غير الدجاجة اللي هزيتي لها في الكوس ديالها كتجي تنقبك من الله على الله ولدك كبدتي كنتي درتي عليه وتعذبتي عليه ودرتيه في التاريك يجي يدي لك هكاك ما يمكنش انا ما تقبلتهاش انا ما تقبلتهاش انايا صافي عاودت هذاك حد واحد البوليس قال لي شوفي نقول لك واحد الحاجه يعني انت عارفي فين كاين هضري معاه حاولي تواصلي معاه ديري شي نمره اخرى ديري شي حاجه انا اش نقول لك من اخر فوق انا باغا ندعي باغا سميتو انا قلت ما غنجيش ما ندويش معاه اصلا هو الاخر كان نصحك باش تستعملي هذه المساله بالسياسه زعما قال لي باش تجيبي ولدك هذاك تما شوك على ولدك هذه هي الطريقه اللي غدير امام المحاكم ولا شنو ما غيديروا لك والو كيجيني ديريكت رجعت للدار صافي رجعت للدار عاودت ماما قلت لها اللي كان قلت لها شنو دير غادي نعيط لي غندير المرحله الاخيره غنطيح كواريو غنعيط لي نهز التليفون نعيط لي ايوا ولدك هذاك اش غديري هزينا التليفون صونيت الاولى الثانيه جاوبني اييه الو على فلان دايرين بس هادي قلت لي بقيت كنسايس معاه لي انتي وصلتي لهاد الحاله وانتي بغيتي هاد الحاله وانتي بغيتي تكرفيس وانتي اللي انتي وصلتي لهاد الحاله باش انا نجي ندي الدري يعني بدينا كنسايس معاه بشويه تيقول لك غير سايس بقيت كنسايس كنحذر اييه هاكين وهاكين وهاكين كيفاش كتسيسي معاه كيفاش اشني الحوايج اللي كنتي كتزعما تسيسي معاه بها قلت لي انا واخا انا بغيت انا غادي نرجع معاك اييه قلت لي صافي غنشوف دابا حنايا اللي فات مات وياه ودابا الدري قلت لي عاد شنو ندير غنرجعوا من احسن بلا حتى نرجعوا اييه
بقيت كنسمع بقيت كنهضروا هضرت معاه ماما والله انا الشيطان انا ولدي وهادشي درتي وجبتي هاد العيد وهادي 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 انا ما عينيش في الرجوع عيني في الانتقام اللي غندير ليه داكشي اللي داروا ليا هويا واخا يا هذيك هضرت معاه بقيت كنسيس معاه بنتي دابا توفي كاينين هي حنا كاينين في كازا فين عند من عند فلان ولا فلان على اختو اللي كاينه وحده في كازا وحده في المحمديه هي لا في المحمديه قلت لي واخا مزيان قلت لي موعد ولدي قلت لي كيدير لاباس قال لي لاباس عليه بخير ما خاصو حتى خير واكل شارب هادي قلت له كيخاف مو خاص بالزول اللي ردعاته اللعب انا غيدوش الدرات حط ليه اللعب حط ليه اي حاجه تخرج وتدور وتساري ولكن انا واحد الوقت انا كيبغي مو لا لا بخير على خير لاباس عليه ما مفكرش في كاع واش تيقتي انت تعطيك خاطرك دابا نتايا تفرق عليك امك ولا شي حاجه تعطيك خاطرك بقيت كنسيف معاه بشويه بقينا كنهضروا هذاك النهار ما باش يوصل معايا شي ما بغاش يعطيني هذاك النهار انا رفع عليا هذاك النهار يقول لي جي ولا شي حاجه كنغد ليه عاود نهضر معاه ثاني في السياسه ثاني يا صاحبي ديري غدا غدا نهضر معاه قطع عليا التليفون صبر الغد ليه نهضر معايا صونيتي انايا صونيريا قال لي دابا شنو غادي ديري قلت له صافي غادي نرجعوا يلا زيد يلا قلت لي دابا تفضلتي المشكل غادي نرجعوا يا واش متاكده بترجع قلت لي باغا نرجع قلت له صافي على حق هذيك الدري وهذه هي وتسني انا غادي نجي عندك قلت لي علاش قول لي انا نجي عندك انايا الكازا قال لي لا انا اللي غادي نجي لاسفي واخا تسنيت ودازت يومين باش دازت كعيط لي يقول لي وما جاش لاسفي اسفي ما جاش ليها في حد ست قزولة جدير الاحتياط زي ما باش ماشي مني يجي يعني تقدر شو من العائلة ديالي ولا معي البوليس ولا هادي ولا هادي كنت عند البوليس عاوتنيهم قلت ليهم راه انني هضرت معاه وقيت انني ولدي راه ديك القرية اللي ديك اللي قرا القرية اللي قارية تا هو قاري كثر منها تا هو كثر مني هو مشيت عند البوليس قلت ليهم ها اللي كاين وها اللي كاين راني ولدي راه كاين تما في المحمدية وهذا قال لي خاص يعني تأكدي انه كاين تما وعيت انت ديال كازا يعني حنا غنوصلوا لي يعني البوليس ما دارش معاك الاجراءات قلت له غنتلاقى به قال لك لا سيدي تشوفي ولدك وتشدي ولدك وديك الساعه نكونوا حنا حاضرين يعني تكون الذبيحه تيكون الدم الله وتتحضروا نتومايا هادشي اللي كتقلبوا لي صافي قلت لهم بالناقص انا غنمشي ندير الشعدي ديت انايا كاع صافي جا كاع زعما هادشي اللي قلتي قدامهم منين ما ماشي قدامهم تحت انا غندير الشعدي ديت انايا هي هذيك عيط ليا قال لي انا في سد قزوله شديت الطاكسي مشيت لسد قزوله كنتلاقى به وبحال شاداني بحال شي واحد شادني كنعرف نتلاع عليه وتنقول قول هذا بلا واش طراجي ما دري كدري وجاب الولد لا ما جابوش بوحدو بوحدو بجا هي هذيك مشينا جلسنا في سد قزوله جلسنا في القهوه واحد القهوه تما كاين قال لي دابا انتي هادشي اللي درتي وانتي زدتي وانتي يعني بقى كيقول لك لا ودابا الحق الدري وما صبرتيش معايا وما درتيش معايا وفعلتي معايا دابا اللي فات مات اللي فات مات دابا حنا نرجعوا للدري وليك انا وليك واش نيتك صافيه قلت انا نيتي صافيه شدينا الكارت من سبت قزوله طلعنا لكازا صافي وغادي يقول لي شوفي هادشي ديالك ما عاجبنيش قلت له انا كون هاني كنثبت فيه انا غادي نفكر وكنثبت فيه وفين شديتوا الكار نتوما من سبت قزوله قال لك راه الولد كاين في كازا قال لي كيف كازا كيف في كازا انا يا ليها ليها يا كاين يا كاينش ليا ذبحه يا هو يا انا هذيك الساعه كون ما بقيتش الدب هي هو يا انايا من جوج هادشي اللي بدا كيدور لك في راسك هادشي اللي كديرها في بالي انني حاسني انا قبل الدري حبوس على قبل الدري هي هادي مشينا الكار مشينا لكازا نزلنا في كازا عند خواتاتو عند عائلته لا مشينا المحطه هي الاولى كاين مشينا المحمديه عند اخته اختو اللي لان اختو هي اللي شويه نقولوا لاباس عليها يعني هي اللي هزتو من الكبير هي اللي هز جالس عندها وقع عنده ملي دا الدري ما مشاش لاكادير ما مشاش لزكان كاع هو جلس عند اخته يعني لان قال هو قال ما وصلتش تما كاين قال جلس دوز العيد تما كاين عند اخته مشينا نزلنا لكازا شدينا الطاكسي المحمديه يا هذيك مشينا طلعنا للدار كندق هكا كتحل اختو هكا كنلقى ولدي بحال صافي كنشوف ولدي قدامي نسيت كلشي يعني كيبان ليا ولدي
أولي هو اللي كيبان ليا خاصت عنكتو بستو بكيت صافي هادي هادي اختو قالت لي دابا تيلعني الشيطان وتيرجعوا هادي وهادي وهادي كيتبتوا فيا وانا بلاني فراسي يا هذيك بقينا دوزنا تعشينا داك النهار الغد اللي جاي دابا فين غادي نمشيو كيشوف دابا راه حوايج كاينين في اسري انت نمشيو نهودو الاسري نجيبو نطلقو معنا الحوايج ومن تما كنطلعو لاكادير باش نقادو حنا شغلنا وانا بيا ما نقادش ما بياش لا نقاد لا نرجع لا والو انا بيا انتقام غادي نرجعها ليه كيف رجع ايديا ليا هويا انت المهم كيما قال عليك ولدك بغيتي تقلعيه ليه وصافي بقى يلعب معاه فهاد هذا لعبت معاه كيف لعب معايا انا قلت غادي نلعب واخا لالا صافي مشينا كهذا داس ديك الليله لغد ليه ما كان كنجيو كنعقل جينا في الكار ديال تسعود من كازا كيجي من كازا الاسفي صافي جينا هكا شدينا الكار وصلنا المحطه ديال الاسفي هي هذيك هو راه بحال ما طيقش فيا عرفني غادي نديرها يعني شوف واش كون اش داير فالو يا هذيك الدري بقى يلعب معايا قال لي تمشي معايا عند عمك قال لي لا قال لي غنمشي مع ماما الدري هذا الدري دار دابا دار 5 سنين دابا باش هذا الوقت اللي هذا العام هذا دار 5 سنين يعني في شهر 10 كان قبل 6 سنين هي هذيك قال لي لا غنمشي مع ماما قلت لها تخليه معايا ويقول لي عطيني لاكارت ناسيونال ديالك هي باش ضامنه انني غد لي غادي نجي غنتلاقاو يعني شد عندي لاكارت ناسيونال باش يضمن ولده أشد لي لاكات ناسيونال ديالي قدام المحطة قلت لها لك جات في لاكات ناسيونال حالها ساهل هاك شدها قلت لي ماشي مشكل صافي قال لي صافي غدا غنتلاقا قلت لي صافي غدا غنتلاقا صافي غنجيب حوايجي وهادي تبدلت هي هاديك ملي مشينا شدت الطاكسي جيت عند ماما الغد لي كيصوني ليا ما جاوبتوش غادي نمشي غنمشي لسيد المختار لاش غنمشي سيدي المختار سيدي المختار غادي نمشي ليه هربت انا تما سيدي المختار وليتي تانتي هاربه للبلاصه اللي ما يلقاكش فيها رجعتالي كيف بلوكيت النمره يصوني والو كما كنحيد البلوكاج كنبقى مصوني ابيلت يعني تقريبا انا فين كنحيد البلوكاج يعني كنبقى مصوني صافي مشيت لسيدي المختار وشنو اللي داك تما وكيفاش طاحت عليك الفكره تمشي لتما سيد المختار كان عنده واحد السيد كان قال لي الا بغيتي تخدمي تما كي كنا يعني كيجيو يعني عنده واحد القهوه يعني هادشي ديال يعني الطواجن كنت خدمت فيها سربايه تما كاين يعني كانت فيها الصف يعني كيخدموا 100 درهم غير النهار من غير البروفار ديالك كيجيو لها السياح كيجيو لها الكيران يعني طريق مراكش وسميتو كيدوزوا من تما مختار على شي شاوه في تما كاين جلست انا ولدي جلست في السيارات يا هذيك جلست خدمت تما كاين دورت حركه ولدي كاين حدايا كيلعب حدايا تما في القهوه يعني ديت الماكله يعني واكله شاربه معززه كريت تما كاين كريت ساعه واحد الدار نيت كان تما كيكار رخيص كريت دار تقريت تما كاين صافي مابقاش عجبني واحد شويه وكيوقع لي الصداع تما كاين هذا المختار لاني ولا الناس اللي فيه شويه صعابين بزاف كيشوفوا انسان بعد بوحدو ماشي بحال شي مدينه انك بوحدك يعني تما كاين الفيلاج يعني راه كيشوفك بنادم تحرش ولا كنت كتلقاي مضايقات ولا مضايقه والتحرش يعني ما بان لهم واحد الانسانه باقي صغيره هكا يعني كتبان لهم بحال شي غزاله كدور تما كاين صافي هادي مابقاش كيعجبني الحال تما كاين وقلت عندي خرج الاسري هذا الاسري عاوتاني ويمكن خاصني هذا معايا اختي قالت لي تيان تيان جو نتعاونوا على الدري ورجع قاس كنايا انت دايره الشكايه بيه وما غيقرب ليك هادي لا هادي لا هادي صافي بقاو عليهم الهضره رجعت لاسفي دازت شي مده تقريبا شي مده يعني الصيف بحال هكا داز العيد كبير داز الصيف في شهر 10 يعني شهر 9 بحال هكا في شهر 10 جيت رجعت لاسفي بديت نخدم هنا في اسفي انا شديت الدويره هنا في اسفي خدمت ملي خدمت هنا في واحد القهوه تاع هيايا خدمت فيها جيت انا استقريت صافي وجد دخول المدرسي انني غندخل الدري المدرسه دخلت المدرسه قيدته في المدرسه دخل بلا مع شهر 10 دخل مع الدراري هي هذيك جيت انا استقر ما كنجيش انا كتمشي تجيب اختي كتجيبو اشنو ثاني جلستي وجيتي لي عاوتاني من المدرسه كيما جده من باب الدار حدا العيد ولا بدل الطريقه
نفس الطريقه. ولكن بلاتي هذيك المده ما كان كيتواصل معك ما حتى حاجه، كان كيسول فيك من بعيد. ها مبلوكي انا، مبلوكي النمره. ولكن هو كان ربما كان عنده شي حد من بعيد كيقول له فين كاينه انت يا ويا كل شيء. اي خوالي سميتو انا باغي نرجع ليها وهي ما بغاتش. كيحكي عليهم يعني الطريقه ديالته هو في السياسه راه خطيره يعني خاطر واحد الدرجه لا اله الا الله. واخا قال لي رجعت هنايا دخلت الدري المدرسه درت ليه وخديت ليه الكتوبه ديالو استقريت وندخلوا الابتدائي. دخلت الابتدائي هي هذيك خدمت انايا مره كتجيبو اختي ما كيفاش تا عرف المدرسه حتى هي ما عرفتش كيفاش تعرف المدرسه حتى هي يعني شوف شو واحد من عائلتي كيوصل لي الخبر. يعني من العائله ديالي كيوصل لي الخبر صافي. هي هذيك انا كنت ساعه كنت خدامه جيت داخله خدمت مع الصباح مع السبعه خرجت مع الجوج صافي مشيت للدار اختي خليته عند اختي مشيت غداته وداته المدرسه غير يخرج مع الخمسه. يا هذيك لان انايا لان المدرسه العموميه ماشي بحال البريفي، البريفي كتقول لي تنجي انايا ولا داك فلان كتعطيه لي، اما المدرسه العموميه كيتضرب الساعه كلشي الدراري كيخرجوا لقدام ماه ولا باه كيمشي معاه، الدراري شاف باه مشى عنده. يعني ما يمكنش انا عساس غير يحبسوا راه باه يقول لي شكون عندك؟ يقول لي بابا. يقول لي سير. صافي هي هذيك جات الخمسه كنمشي كان الله بغيت نمشي كنلقى التليفون كيعيط لي نمره اخرى. الو السلام السلام قال شوف غيبه مشيت تلقاي ولدك، ولدك راه ديتو. اش كتقول؟ قال صافي ما تلقاي لي ما تمشي تعذبي راسك ولدك راه ديتو عاوتاني. قال كيف رجعت هي رجعت هذيك عاوتاني. قال شوف الله يهديك وهذا نتفاهموا ونديروا قال لي لا كاين تفاهم لا والو. قال كيف ديتي لي انا رجعت لي كيما يعني كيف الطريقه بس صبرتي عليه باش ديتي الولد حتى هو صبر عليك حتى لقى الفرصه المناسبه. رجعوا لي صافي. لعب هذا بيناتكم انني لعبنا ملي كان ندير قلت صافي مابقاش عندي شي طريقه شي سياسه لانني غادي نعاود ندير بها لان مابقاش غيطيح فيا. صافي هذيك كنجي حدا السبيطار كنجي كنبكي يعني كنبكي ذاك البكا اللي ما عمرني بكيت واخا حتى من زيتي ما عمرني بكيتو. كنبكي الله اللي عالم بيا. صافي هذيك مشيت رجع للدار عاودت يمتين المشكل ها اللي وقع كنعيطوا ليه ما كيجاوبنيش حتى هو نفس المشكل. صافي الغدي كنهود ثاني للكوميساريه كنعاود ثاني ندير الشكايه ديالي كنعاود داكشي ثاني من جديد ازيرو. كنعاود ندير الشكايه ديالي ها مداها المدرسه هذه. غدي كيعيط ليا المدير ديال المدرسه يقول لي علاش ولدك ما جاش؟ قلت ليه انا غنجي عندك ونفسر لك. ملي كنمشي حدا قلت ليه راه دا ليا الدري كيحشم عليه والمدرسه هادي والدري زويان وكيقرا وهادي قلت ليه هادشي اللي عطا الله. كنمشي حدا المدرسه تما كاين كنمشي حدا المدرسه فكرت هذاك الشيء انني كنت كنديه وكنجيبو من تما تحت تما ما عقلتش على راسي تلقى راسي في السبيطار. صافي ما عقلتش على راسي تلقى في السبيطار كنلقى راسي كنحل عيني كنلقى في السبيطار. يجي عندك تبغي تقول لي شكون عائلتك هادي نقول لهم ما عرفتش. قلت لي ما عرفتش والو ما بقيت كنعرف حتى حاجه. تقول لي يعني بقى عندي انني العصاب هو اللي طيحني تما كاين. صافي جات ماما جات اختي جات خالتي جاو كاملين قلت لهم صافي انا ما بقاش قديت نستحمل. جيت للدار عاوتاني عند ماما جلست سيمانه اخرى ثاني وانايا صافي ما بقيت كناكل ما كنشرب يعني دارت بيا عاوتاني. يا حماره سيري شبرك لا كاع من ما نوصلوش انت انسان على كل حال. الحمار حمار والانسان انسان كل واحد وربي كيفاش. ولكن هذا كتشوف يعني كتولي اي حاجه كتقارنها براسك يعني ملي يعني ما خدمتش عقلي خدمت عقلي في واحد الحاجه مزيانه ولكن ما خدمش عقلي في هذيك اللحظه. كيكون مشيت مدينه اخرى مشيت شي بلاصه اخرى عطا الله رجعتي للبلاصه اللي كان فيها المشكل رجعتي ليها. صافي هذيك قلت صافي شندير انا غادي الله صليت كل ولكن راه هذاك ماشي حل انه غتبقي هاربه انت كاع تالي انها تبقي هاربه قدام هذا الواقع. فوت امري الله حيت دابا هو نفس الطريقه اللي كيدير كديريها انت هو كيلقى لك الفرصه عاوتاني ويجي ويدي. هذاك الشيء اللي كاين هذاك اللي بقى بيناتكم ولاد ولد مسكين بيناتكم بحال شي كوره بيناتكم ماشي بحال الكوره ولا اكثر من الكوره بحال ديك الكوره المجلس اللي صافي كتبقى تلوحي فيها تتخسر يا اما كتبوشه يا اما كتولي غادي كتمص بحال هكاك ولا الدري.
صافي داز السيمانه داز السيمانه بحال هكاك الله اللي عالم فيا قلت اش ندير نفوت امر الله اللي كان مكتب ليا الدري غادي يرجع ليا راه غادي يرجع ليا الا كان ما بقاش غادي يرجع ليا اخلي مع يبقى لك شي كامل غيبقى ملي كنصبر براسي نقول بقى غيبقى بواه هذاك يا شي كامل بواه ما غيفرطش فيه ما غيفرطش فيه يعني ما كيف مفرطش فيه في الاول ما غيفرطش فيه دابا يعني ملي باغي وكيدير معاك شي يعني راه باغي الدري كون شي واحد ما باغيش غيخلي لك الدري ويزيد دابا تشوفي دابا هي الفكره اللي جاتك هادشي اللي جا على بالي انايا جا على بالي هكا صافي داز سميتو رجعت لقيتها نمشي نخدم على راسي ونمشي جيت انا نعيش حياتي وصافي انا نيست صافي قلت فوت امري لله وقلت صافي اللي بغا خليه ليه غادي تكون قلتي بلا راسك خليه ليه صافي قلت نخليه ليه يقدر دابا الله دار لي هادشي داروا لي باش انني نكون يعني بغالي الله نتزوج بشي واحد اخر بني ولدي ما يتكرفش معايا تما الاسباب ليك انا كنثبت راسي بهذا الشيء يعني شوف الدري شنو غيحصل ليه مع باه لان الدري غيبقى مع باه ماشي بحال البنت كتبغى تكون مع امها ولكن ما يكونش فقط هذا مجرد استسلام منك درت صافي طيحت كواري يلا استلمت صافي ما بقيتش حيت نعاود ثاني نغامر حيت الاحتياج طبعا للولد كيكون اي احتياج للمو كيف ما كيمكن يكون محتاج لباه هذه ما مساله غير كيكبر الدري غير هذه الفكره اللي دابا درتي في راسك ربما كتبان يعني مجرد استسلام ما هي كواقع ما متقبلاش ان ولدك ما يكونش حداك وي ما مقبلاش ولكن كان غيدير 10 سنين و 9 سنين غيجي يقلب عليا يعني اي قد ما فات غيجي يقلب عليا واخا كاع واخا يديه حتى الفين يديه صافي جمعت راسي طلعت رجعت لاكادير رجعت لاكادير خدمت صافي مشيت لاكادير عاوتاني جلست ثاني تما كاين تحركت كنقلب على الكرا وفيك قلب على شوف والله راه كان مكتب لك واحد الحاجه راه الله قدرته كبيره يعني انا مشيت النساء انني غنمشي نخدم وشوف الحمد لله الله ما بلانيش بعدا ما مشيت يعني شربت ما كميت الحمد لله يعني قدر هادشي يدوز عليك ديري اي حاجه ترقب يعني باش تنساي الحمد لله قلت انا غادي نرجع وغادي نخدم وتبغى الله هي اللي نعيش انا حياتي وكمان في الله كنمشي لاكادير كنمشي لا مشيت كنقلب على الكرا كنقلب على الكرا فجر فنيت البلاصه الاولى واش 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 لقيتي الكرا حدا الدار فين كاين الولد لا كنلقى حدا المدرسه فين المدرسه فين كاين الولد الروض في الاول هو ندخلو ليه دابا يعني كيكمل لي قريته زعما هو راه ابتدائي الدري راه دخل المخزن وعند راسو دابا راه هو باقي غير الروض صافي كنمشي كنقلب تما كاين حدا المدرسه كنقلب على الكرا مشيت عند السمسار قال لي قلت لي شوف واش كاين شي محل هكا قال لي راه كاين شي حاجه هي هنايا عندي سو كاينه باش نقدروا نكونوا دابا عارفين الواقع دابا حاليا اشنو هو الواقع اللي كتعيشي دروك دابا دابا انا في حسي مازال والولد معايا في الوقيته اللي مشيتي للمدرسه اللي في الجرف انا ملي كنمشي كنقلب عليها قال لي السمسار هانتي قال لي شوفي تعطيني 20 درهم ونجي نديهم لك انا بحال هذاك 20 درهم بغيت نعطيها لي ما باش نعطيها لي يعني كنتردد قلت اش دير هاك 20 درهم ويلا معايا نمشي نشوف هاد الدار مشيت شفت الدار يعني هو راه كاين في المدرسه جالس كيقرا مشيت شفت الدار صافي قلت لي اش دير قلت لي صافي غير سي انت عطيني نمرة مدة باش نتفاهم معايا قال لي هانتي تفاهمي مع مدة عجبتك تفهمتي ويا ما عجبتكش الله يعاوني يعاونك بات لي المدرسه قلت شندير غنمشي عند استاذه حيت كنت كنعرفها كنخلي على الدري وكن يعني كنبدا واحد التواصل بزاف واش لقيتي الولد عندها عندها كنمشي نسلم على استاذه قلت لها السلام استاذه كي دايره لاباس عليك بخير تاعش من شافك درت فيه السيده ها قالت لي اش كديري هنا قلت لها اش كنخلي بها كيدير انت هي كيدير وين الدار لاباس هذا قالت لي ياك ما باغا ولدك قلت لها مش باغا ولدي يا ولدي ما كاينش معايا قلت لي تقول يا ولدي ولدك هو كاين هنا قلت لها شنو قولي قلت لي والله لا هو كاين قلت لك جيب لك هذاك الضحك ديال والو قلت لها ولدي كاين مع باه كاع ما كاين واخا ومن بعد واش من وراها من وراها جبتي ولدك ولا شنو دابا ملي هذيك الساعه الوقت دخلت وعاودتني المشكل للاستاذه قلت لها دخلت لقيت ولدي انه كاين في هذيك المدرسه وعاودت لها المشكل قالت لي شوف دابا انا ما غاديش نعطيه لك لان جاب باه قال لي ما تعطيه حتى واحد اعطيه لي غير انايا بقيت عاست عليهم
يعني قلت لي قالت لي عافاك ما تجيش ليا الصداع. قلت لها صافي خلي الدري، خلي الدري في المدرسه، ما ديته ما حتى حاجه من المدرسه خليته. قلنا الدري قلت لي شوف ما تقولش لباباك راه ماماك جات هنايا. قلنا ما تقوليش راه ماماك جات هنايا. الدري ملي شاف باه قال لي راه ماما جات هنايا. صافي هذيك انا مشيت ثاني رجعت الانزك، انا عرفت انه كاين في انزك، انا رجع لخدمته وكاين ساكن في تماني. رجعت انزك كنلقاه ما انه سولت عليه تما في المحطه قال لي لا راه مشى. كل واحد يقول لي راه كان هنا، راه كان هنا، راه كان خدام هنايا. كل واحد كيقول لي ما ترجع فين كان جالس. جالس مع اخو تجار جالس معاه. لقيتيه تما ولا شنو؟ كان مشي كنقلب قلب بقيت كنقلب انا اخو كان عنده حانوت تما كاين في الجر، ومشيت كنقلب على دار خو فين كاينه حتى لقيتها. ما كنطلع كان لقيت الدار شفت انايا صفت واحد الدري مسكين. قلت ليه انت غتمشي ليا الدار وغتشوف ليا واش كاين الدري، واحد الدري الصاله ديالو ها لابس وها لابس ومعاه باه. قال لي صافي كوني هانيه غنمشي نشوف ليك. ومشى مسكين الدري عاوني يعني كنوقيتو دابا نبوسي فوق من راسو. قال لي هانت اييه راه كاينين في الدار دابا، مشي عندهم غادي تلقايهم. مشيت كندخل عندهم الدار عند اخو كنلقى الدري وباه. قلت ليه الشيء اللي عنده في مورا ما كيتلفش، واللي قلت ليه اللي مكتوب لي الله هو اللي كاين. شوف انايا من جيت وفين السبب فين جابني، باش جابني عندكم. جا كاين خوه تما كاين قال شوفوا قلت الصداع سيروا خرجوا برا ما تجيبوش لي الصداع انا في المحل عندي. هذا خوه. الو انا معاك. قال لي جوج الصداع سيروا لهذا. ودابا علاش توصلتوا دابا وشنو هو الواقع اللي كتعيشي دابا انت حاليا؟ دابا الواقع دابا الواقع انه دابا باغي يرجعني يعني دابا على سنه الله ورسوله. باغي تجوج بك؟ اه. وانت زعما عندك انا المشكل اللي طحت فيه تلاقيت ملي دازت هذه الحاجه، ملي صافي لقيت ولدي تفاهمنا انا وياه مشينا للجامع حلفنا انني ما الدري ما نكرفصوش. قال لي الدري خليته لك لانه عاش معاه في اكادير تكرفص معاه الدري باش يكرفصو اكثر. بحال انا اختو اللي كانت هازاه مشات لبرا فهمتي؟ اللي كان معوي على اختو انه كتهزه هو الدري ما كايناش مشات لبرا. يعني هو كيشوف انه ما حيتو الخدمه ما حيتو الدري ما حيتو الصيد ديالو. ملي قلت لك هذاك النهار تخرجنا انا وياه قال لي شوفي يعني هو الجامع انا كنحلف انني ما بقاش غنعاود ندير لك الدري. قدام الجامع. قلت لي هذا هو الكلام عندك؟ قال لي صافي خليت لك الدري. خلى لي الدري صافي جلس معايا الدري. ديك الساعه عطاه لي بي هذاك النزاعات وكل شيء كامل جا عطاه لي بسهوله لان فوت الله الامر ديالي. قلت يا ربي يعني الا كان هذا الولد مكتاب ليا راه غيكون مكتاب ليا الدري. هو عطاه لي هو بايده. واقعيا دابا كتشوفي انت حالك تقدري تصلحي انت حالك انت وهذا السيد؟ ما عرفتش وكنشوف ثاني على قبل الدري ما كنشوف شحال من حاجه. كيفاش على قبل الدري؟ واخا الا كان هذا الراجل دابا واقعيا حيت هو اللي عرفنا دابا اللي خلاك تمشي انت من عند هذا الراجل، هو داك الجواج اللي ما دارش. هو اللي ما دارش هذا الشيء اللي كاين والكذوب ديالو. يعني واش انت بعدا حيت هاد الجواج اللي ما دارش وانت مازال خاصه انه قال لك اودي انا نرجعوا حياتنا يعني تيبان انت على حساب ما تتعاودي لينا بانه فعلا انت كتميلي ليه حيت انت اول واحد لقيتي في حياتك. انا المشكل اللي طحت فيه دابا انني تلاقيت مع واحد السيد وليت كنبغيه. ويعني وعدني بالجواج. وعاودت ليه المشكل تاول لان جيتو صريحه السيد هذا ملي هنا في حاجه صحيح في اليوم الاخر هو اللي عاونني. أيه. من اخر مره عيطت لكم وقلت لكم انني محتاجه ولي بالي. أيه. يعني ملي خرجتني من الدار من 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 المحل ديالها. أيه. ويعني لقيتو السيد لقيته هو اللي عاونني. وصافي الحمد لله وقف معايا في الحاجه الصحيه ويعني الحمد لله. والسيد انني تعلقت به ويعني وليت كنبغي هو يعني كيبغيني يعني بغى نكون معاه يعني بغاني زباني الجواج. ودابا انا وهذا الاخر بغيت الدري تقول لي انا باغا نرجعك انا باغا نجمع الشمل ديال الدري. انا دابا حرت ما بقيت نعرف واش انني نخلي ليه الدري ثاني ونتزوج بهذاك اما نتزوج بهذاك وندير معايا الدري. انا دابا حاليا ما عرفت شنو غادي ندير.
يعني ديك النزاعات كامل اللي وقع دابا راه الدري دابا طالع 7 سنين يعني دابا 6 سنين طالع 7 سنين ديك النزاعات كامل اللي درتهم باش انني جبت ولدي ونقدر نخلي ليه بسهوله ما يمكنش ما يمكنش نخلي ليه ونمشي نتزوج ثاني و... يعني دابا انا حرت ما بين جوي انا واحد ما بحال السيد اللي كنبغي ولا ولدي كنجلس ثاني مع راسي نقول اللهم ولدي من صحتي ولكن ما تنسيش بانه هذا الشخص اللي تقدم لك دابا هذا الشخص فقط غير انبهرتي به لانه حيت الاخر كما كنقولوا انبهرتي به في الوقيته ديال الحزه لقيتي حداك و... يعني اي انا لقيته صعيب صعيب زعما تقولي بلي هذا زعما هذا هو الانسان اللي تيقني منه وتوثقي فيه حيت دابا شوفي هذا بات هذا الولد هذا ودوزتي معاه سنين وشوفت شوف بالاحرى واحد فقط غير قدم لك نصيحه ولا قدم لك عون ولا فعلا لانه انسان غيبغيك غيبغيك بوحدك ما غيبغيش يكون معك ولدك يعني انا يا نقدر نخلي معايا ولدي نقدر نسمع شي حاجه اللي ما تعجبنيش نقدر نعاود المشكل وقلتي لنا بات الولد مجوج فينا هو دابا هو باقي فعلا مجوج ولا طلق ولا لا طلق طلق متاكده طلق قال لي الورقه نجيبها لك تشوفيها يعني عيط لي وكيبكي لي انا عارف الاخطاء اللي درنا واخطاء اللي درت انا دابا ومستعد اي حاجه بغيتي ديريها معاك ندير دويتيا نديرها معاك حيت دابا قالك شي قالك حيت دابا واقعيا دابا انت حنا طبعا ماشي كنقول لك تزوجي بالبات هذاك الولد حيت عندك معاه الولد وماشي كنقول لك تزوجي بالاخر حنا طبعا ما نقدروا نفرضوا عليك حتى حاجه حيت انت اللي كتعرفي شكون بغيتي ولا غير اللي كيجي شويه محتاج انت فيه التفكير اكثر هو تعرفي فين ترصي لانه دابا انت واحد قدم لك خدمه ولا مساعده ماشي زعما تقدري تراهني عليه في حياتك باللي هو الزوج المستقبل وصعيب شويه لا اش اللي كنفكر فيه وكنفكر ثاني في مصلحه الدري لان غيبقى يعيش يقدر يمشي لك الاخر يمشي باه يمشي يتزوج وانا نتزوج وتقدر تعود الدري تخاصم عليه مرت باه وانا نقدر يعني النفسيه ديال الدري حتى هي غتولي ثاني وانت علمتيه باللي باغي تزوجي لا ما قلتليش ما قلتليش انني باغي نتزوج يعني انا دابا عطاني هو قال لك انايا مستعد اي حاجه بغيتيها ندير معك اي حاجه اللي بغيتيها نديرها معك انا عرفت اخطاء اللي درت ولكن على داك وجه الدري يعني كيديرني عاوتاني على وجه الدري في حق الدري واخا 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 هذا هو حاليا المشكل اللي عندي دابا انا دابا يعني كنجلس نقول الدري يعني دابا انت كتطلبي دابا انت كتطلبي منا انا نفكروا معاك انا واش ولدي ولا راسي نخاف انني نعاود كنت انانيه وفكرت في راسي ولكن ما تنسيش بانه لو ولدك تقدر يعيش معاك مزيان سواء مع هذا الراجل سواء مع باه ولكن دابا انت اللي خصك تشوفي دابا انت اللي خصك تشوفي راسك شنو بغيتي واش فعلا بغيتي تعيشي مع بات هذا الولد ولا بغيتي تعيشي سولت ولدي قلت لي ماما شنو مغيبه ترجعي انت وبابا لي شنو بغيتيني انا نقوم خاصني انا باباك ولا الا بغيتي ترجعي انت وباباك يعني دابا الدري ولا كيعرف دابا ولا كيعرف واخا تخلي لنا فرصه نفكروا معاك من غدا يكون لنا جواب معاك كاع الاخوان كلهم ياك ان شاء الله مع بعضياتنا ان شاء الله بحول الله كنتمنى تخليوا لي التفاعل ديالكم سواء في فيسبوك سواء في الرقم ديال الواتساب اللي هو 06-0825-0728 وحنا شكرا لكم كاع انتم اللي كنتم مرتبطين معنا منذ بدايه هذه الحلقه التواصليه الليليه ام اف ام سمير الليل 12